بتشرفوني جدا يا ستات، ومبسوطه ان انا معاكم النهارده. مين فينا ما سمعتش الجمله دي؟ خليكي في الامان. السكوت اسلم حاجه. السكوت من الخوف ولا الخوف من الفضيحه؟ الخوف من الحق. وبنفضل نسمع اسكتي واسكتي واسكتي علشان بيتك، اسكتي علشان ولادك، اسكتي علشان تعيشي، مع انك في الحقيقه بتسكتي علشان تموتي. بتموتي من الوجع ومن القهر ومن الخوف ومن الذل والاهانه. انك سكتي سكتي عن حقك انك تكوني مجرد انسانه. السكوت عن العنف ضد المراه هو اللي احنا هنتكلم عنه النهارده يا ستات. انا من 3 سنين طلعت ووشي مضروب وايدي ملفوفه، وكل الناس قالوا المذيع جوزها ضربها، المذيع اتحرشوا بيها في الشارع فجت تدافع عن نفسها فاتضربت. بس الحقيقه كانت ان احنا كنا طالعين نوعي الناس ونقول لهم ما تسكتوش، ما تسكتيش عن حقك. لو اتضربتي في البيت اتكلمي، لو زوجك عنفك اتكلمي، وما تسمحيش بده، ما تسمحيش بده. ما تعيشيش عمرك كله بتتضربي وانت ساكته. رسائل جات لي انه في ستات او سيده بقالها 18 سنه بتتضرب، جوزت ولادي وجوزي عجز وانا عجزت وهو لسه بيضربني. مش شاف له واحده صغيره بقى ولا يعني حل عني، لا، انا عشت عمري كله بتضرب قدام ولادي، عشت عمري كله من غير ما جوزي يحترمني. ما تسكتيش عن حقك، ما تسكتيش عن حق ولادك وهم بيتضربوا قدام عينيكي وبيقولوا لك يا ماما الحقينا وانتي مش عارفه تعملي لهم حاجه. لما هيكبروا مش هينسوا انك وقفتي، معلش في الكلمه، زي خيال مئاته. قلت لهم مش حاجه، سبتيهم، تخليتي عنهم، هيجي اليوم اللي يتخلوا عنك. احنا بنربي ولادنا علشان يبقوا جنبنا لما نكبر، نتدفى فيهم، يبقوا سندنا. اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ده بيكون 25 نوفمبر. حقيقي انا في حملات كتير قوي او نجوم كتير طلعوا واتكلموا على السوشيال ميديا، بس كنت اتمنى ان الحملة تاخد حقها اكتر من كده. كل سنة بقول نفس الكلام، أرجوكوا أرجوكوا كل الستات تكتب صوتنا مسموع، صوتنا مسموع يا ستات، اكتبوا كده على السوشيال ميديا صوتنا مسموع ولا للعنف ضد المرأة، اكتبوا علشان ده حقكوا، اكتبوا علشان الأطفال الصغيرين اللي ماسكين السوشيال ميديا طول النهار يشوفوا الكلام ده ويسمعوا الكلام ده ويعرفوه. اتعلمي تاخدي حقك. الحملة دي مدتها 16 يوم، هتخلص يوم 10 ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. المفروض إن كل الأماكن السياحية هيبقى لونها برتقالي عشان الحملة اسمها عالم برتقالي، واختاروا الاسم ده علشان نور الشمس يدفي الستات ويحسوا بالأمان. أتمنى إن نور الشمس ده يطلع في كل بيت مصري وكل بيت عربي، نتدفى في بعض ونحس فعلا بالأمان ونوقف العنف ده شوية، علشان كتير كتير اتكلمنا عنه بس الموضوع مخلص. وحقيقي مش هقول بيزيد، بس يمكن هو هو يبقى الوضع زي ما هو، مفيش حاجة بتتغير. اللي هيتغير هو انتي، انتي بس اللي هتتغيري. هو عاوز يتغير يتغير، لكن لو ما قررش يتغير انتي اللي لازم تسيبيه وتمشي، علشان دي حياتك هتعيشيها مرة واحدة وبس.
عيشيها بقى وانتي مبسوطة ومش متهانة ومش خايفة، عيشيها صح علشان محدش هيعوضك كل الأيام اللي راحت، ولا حد هيعيشلك الأيام اللي جاية. انتي الوحيدة اللي هتقدري توقفي العنف الموجه ليكي. الحكاية اللي معانا اللي هنسمعها، أتمنى إن الستات اللي بيعيشوها يفوقوا ويتعلموا منها. هي فاقت اتأخر شوية، بس المهم إن هي فاقت، وإنتي كمان لازم تفوقي. ابتدي حلقتنا ونخلي العالم كله برتقالي، وكل واحدة النهاردة تمسك تليفونها وتعمل هاشتاج لا للعنف ضد المرأة، عشان إنتي تستاهلي حياة كريمة. يلا نبتدي فقرة الحكاية. هبتدي معاكم فقرة الحكاية، وسعيدة جدا جدا ببطلة حكايتنا النهاردة، بشكرها وبقول لكل الستات يسمعوها كويس جدا علشان هي هتعلمنا درس. درس في ستات كتير قوي ساكتين عنه وبيحصل لهم كل يوم ومش عاوزين يتكلموا. هي هتعرفنا ازاي صوتها كان مسموع، سمعت لصوت قلبها وعقلها ونفذت وخدت قرار ان هي ما تضربش، ما تتهنش، ان هي تقف وتتحدى كل ده وتيجي هنا معانا علشان تقول لنا حكايتها. جيهان محمد هي اللي هتعرفنا بنفسها النهارده. ازيك يا جيهان؟ ازيك يا دوزي حبيبتي، مبسوطه جدا ان انت معايا وبحييكي وبشكرك جدا جدا ان انت هتدينا فرصه نسمع الستات اللي بيعانوا ومش قادرين يتكلموا. قولي لي بقى الحكايه ابتدت ازاي؟ يعني الاول قولي لنا انت بتشتغلي ايه؟ انا كنت بشتغل في حقوق ملكيه فكريه، طبعا قعدت بعد الثوره على طول. يعني في خلال الثوره قعدت، وبعد كده ما اشتغلتيش تاني؟ لا ما اشتغلتش. فضلت اتجوزتي؟ اتجوزت بعديها بقى بفتره. كنت البدايه اعرفه من 14 سنه. 14 سنه؟ هو كان من الناس المقربين للعيله يعني؟ لا خالص، هو كان معايا في الجامعه في اولى جامعه شفته. كان قايل ان هو معانا بيدرس في الجامعه، واتضح بقى بعد كده ان هو ما كانش في الجامعه اصلا، كان بيجي الجامعه. كان بيجي لواحد صاحبه. واحد صاحبه ده صاحبنا، صاحب الجروب يعني. فاتعرفنا على بعض، اصدقاء كلنا في بعض سنه بالظبط. وقال انا مش، طبعا هو اكبر مني بسنه، فطبعا كان قال ان هو اكبر مننا بسنه بقى. الامتحانات كانت مختلفه، في اوقات الامتحانات كانت مختلفه، فما عرفتش ان هو فعلا مش معانا غير بعد ما اتجوزنا. عن قصه حب؟ لا ما اتجوزناش عن قصه حب. يعني كنتوا اصدقاء عاديين جدا بالظبط. افترقنا بقى. هو كان بيقول، هو طبعا ما فيش حب لا خالص، هو كان بيقول الفتره اللي هي من 14 سنه اللي هي فتره سنه اولى جامعه. وكان تصرفاته باينه ان هو ماشي بيحب او مهتم او كده، لكن بعد كده. لا طب انا عاوزه اعرف حاجه. هو من البدايه ابتدى الموضوع كذب، يعني ان هو ما كانش في الجامعه. طب كان بيدرس ايه؟ ده انا اكتشفت بعد الجواز. بعد الجواز؟ معايا اعماديه. شفتي البطاقه يعني؟ شفت الشهاده بقى يعني والبطاقه. هو كان في ايه يا ربي؟ علشان كنا بنعمله رخصه. كنا بنعمله رخصه. فكانت محتاجه اخر، كانوا محتاجين اخر كتاب. ما شفتيش البطاقه؟ ما كانش مكتوب فيها حاصل على حاجه يعني، ما كانش. لان هو انا من لسه بكمل لك. جينا في اواخر الاولى كليه، قال انا بابايا قاعد من الشغل ولازم اساعده في البيت يعني وفي الحياه. فهشتغل بالظبط، فهشتغل، هفتح محل واشتغل وهسيب الكليه، فمش هكمل. فاتقطعت العلاقه من هنا. انا ما بره الكليه ماليش علاقه بيه وملوش علاقه بيا خلاص. أوكي. الموضوع خلص، وانا اتخطبت وهو خطب، وهو شاف حياته وانا شفت حياتي. 13 سنه بعيد عن بعض، ما نعرفش عن بعض اي حاجه. جيت بقى عملت فيسبوك جديد، وهنا بقى كانت المشكله. عملت يعني تاني؟ انا عملت برقم مامتي، فرقم مامتي ده عليه كل صحباتي بقى، اصحابي زمان، كل حاجه. فعملته برقم مامتي، فكانت دي هنا المشكله. لقيته بقى قعد بقى يبعت لي ازيك انا بدور عليكي مش عارف ايه. طب ليه مشكله يعني؟ لسه في البدايه ما كانش في مشاكل. هي مشكله انا شفته اصلا يعني. الحظ الفظيع بالظبط. المشكله انا شفته اصلا بس. ف
واتجوزت. قعد بقى يتكلم مش عارف ايه، جيت بقى انا ببيع عربيتي، انا ليا مشتري، انا عندي مشتري، انا مش عارف ايه. دي كانت الدخله، دي كانت بدايه الدخل. وفعلا باع لي العربيه. قالت لي على الفيسبوك ان انت عاوزه تبيعي عربيتك وهو كلمك يعني؟ وفعلا باع لي العربيه، وبدانا في العلاقه بقى ترجع من هنا. بقى لازق لنا بمعنى الكلمه. جت مامتي تعبت، بقى موجود تحت رجلينا يعني، اللي هو سوري يعني سند يعني متواجد بقى في كل حاجه. انت عايزه تروحي مش عارف ايه، طبعا بيوصلني بعربيتي، بس عايزه تروحي عند ماما انا معاكي، مش عارفه عايزه تروحي فين انا معاكي، انت رايحه اي مكان انا موجود فيه، انا هسيب المحل وجاي معاكي، مش عارف عند ماما جاي اطمن لماما كده. بدات من هنا بقى. واتجوزتي؟ ما وافقتش. كنت بمشي بعد ما ماما خرجت من المستشفى، الدكتور قال لها عملت قسطره، الدكتور قال لها لازم دعامات. خرجت من المستشفى انا ما وافقتش مهما كان تعبها، انا ما وافقتش. رحت كنت بنزل من البيت من الصبح برجع الساعه 1 بالليل، ودي كانت ما بتحصلش خالص في حياتي. كنت اخر الساعه 10 11 كده، فكنت بنزل بقى برجع بالليل خالص عشان تريحني من كلمه وافقي عليه. ده راجل، ده كويس، ده جدع، ده الكلام ده من الزن اللي كان يعني. بيظهره بالظبط من اللي كان بيظهره. برضه انا قلت لها يا ماما دي 13 سنه يغيروا يعملوا بني ادم من اول وجديد، مش يغيروا شخص، لا قادرين يعملوا واحد تاني اصلا. وهو اختلف، هو كل حاجه فيه اختلفت. طب قولي لي اتجوزت واتجوزتي قلتي قبل ال اتجوزت بقى وهي في يعني داخله العمليات بقى تعمل دعامات عايزه تطمن عليا عشان تحقق لها حلمها يعني. بتموت خالص يعني، هي ربنا يديها الصحه دلوقتي، بس هي كانت بتموت خالص. طيب. فانا وافقت واتجوزت واتخطبنا. تمام. وبعد اول اسبوع في الجواز حصلت الدروب بقى بالظبط. الدروب هنا ان انا اول اسبوع في الجواز بعد السبع ايام المفروض ينزل الشغل، فلقيت قدامي في اوضه نومي مامته بتصحيكي يعني معاها مفتاح الشقه ولا يعني ايه؟ ساكنين في بيت عيله؟ بتصحيه لا مش ساكنين في بيت عيله. هي معاها مفتاح الشقه فتحت ودخلت. ما انا ساعتها في الموقف انا هول الموقف عماني عن كل حاجه. وبتصحيه عشان يروح شغل؟ بتصحيه عشان ينزل محل. قوم يا كذا، الوقت اتاخر، مش عارف ايه، ما يلا. لقيته بيقول لها بكل برود لسه شويه ماما انا لسه نايم. بنفس المنظر. طبعا انا اتصدمت، انا نايمه يعني، فبصوت كده هو بقول له ايه اللي لسه نايم ده، خدها واخرج بره. اقول لها ما ينفعش كده. ليه وليه بقى انا قلت ما ينفعش كده؟ او خدها واخرج يعني بره اوضه نومي وحياه ابني. ده اللي حصل جوه اوضه نومي، لقيتها واقفه قدامي. لا بس هو يعني بعديها انت زي بعديها طبعا كده يعني مد ايده عليكي بالظبط. هنا بدات بقى الضرب وبدا العنف بقى يطلع من هنا. ازاي انا اشتكيتها؟ ازاي انا قلت ان ده ما يحصل، يعني ما يصحش انه يحصل؟ انتوا اتجوزتوا كام سنه؟ هو من شهر 5/2016 كانت اخر مشكله خلاص، واللي رفعت بيها كل القواضي كانت في 1/2018 ده. يعني قعدتوا تقريبا سنتين او سنتين الا حاجه؟ لا سنتين الا سنتين يعني سنه. كلهم خلافات وكلهم مشاكل وكلهم هو يروح. طيب لما انت كنت شايفه ان الحياه شكلها ما يطمنش من اول اسبوع ما قررتيش تنفصلي بدري بدري بدل ما يبقى في طفل منه يعني، وتدخلي نفسك في حياه تانية ومشاكل تانية؟ ما قررتيش تخلعي بدري؟ اول المشكله دي ما حصلت انا وقفت طبعا، اللي هو ما ينفعش ومش ما ينفعش. انا لقيته هو بيعتذر وخلاص بعد ما ضربني يعني. انت ازاي يعني سوري ازاي تفضحي مامتي قدام جوز اختي؟ ازاي تطلعيها لجوز اختك يعني؟ لجوز اخته. اوكي. انت ازاي تفضحي مامتي قدام جوز اختي؟ انت ازاي تطلعيها بالمنظر ده؟ دي هي زي مامتك، انت لو عريانه تغطيكي وكلام من هذا القبيل يعني. فسامحتيه؟ لا هو هنا جه الضرب بعد الكلمه دي. أوكي. بعد الحوار لدار ده لا ما ينفعش، ومن اداب الحياه انك تستاذن او كده. وقعدت اقول له كده، فاللي هو ده كان اول الم. أوكي. الحوار شد ما بيننا، ده كان اول قلم. بعديها انا بعدت ولا ما ينفعش انك تضربني، وانا شغلت جوز اختك وجوز اخته كان في صفي وما ينفعش. سبتي البيت يعني؟ بعدت رحت عند مامتي، ما ينفعش اللي بيحصل ده. بس رجعتي ليه بقى؟ على المحايلات.
محايلات مامتك تاني ولا محايلات وهو استاذ استاذ. وهو كلهم بيبقوا اساتذه في المحايلات يعني لما بيبقوا هم كده بيبقوا اساتذه قوي. انا يعني لا انا كان اول مره يصادفني راجل يعيط. لكن والله في منهم كتير بيعيطوا لما بيبقوا غلطانين ومش لاقيين مخرج هو لازم يعيط. اما بيلاقوا ان الدنيا باظت منهم يعني اما بيلاقوا القصه خلاص بتوسع ف ده انا اكتشفته ما انا ما كنتش اعرف. صدقتي دموعه؟ طبعا انا صدقت دموعه مش مره واحده، صدقت دموعه على مدار السنه ونص اللي احنا كنا عايشين فيهم مع بعض. تقريبا كام مره معلش في الكلمه مد ايده عليكي؟ لا انا عارفه ان هي حاجه محرجه بس تعديش. ما عدش مثلا كتير جدا للدرجه هو دي. هو مره سقطني. انت كنتي حملتي مرتين، مره البيبي مات. طب وبعد ما البيبي مات ما يعني برضو ليه اتاخرتي؟ مامته كانت بتخدمني ساعه لما البيبي مات. هي عرفت ليه انا الكيس الجنين انفجر. عرفت ليه وهو قال لها. انا ضربتها زقتها وقعتها على ظهرها. ف انت كنتي حامل في الشهر الكام؟ الرابع بيتهيألي. يعني ده واحد موت ابنك الرابع. سامحتي الدكتور قدامها قال دي مش واقعه دي خبطه. الواقعه ما تعملش كده يعني ما تعملش جامد كده، دي في حاجه حصلت. هما كانوا خايفين ان انا ابلغ عنه. كانوا خايفين ان انا اعمل محضر، كانوا خايفين الدكتور يقعد يتكلم معايا اكتر من كده. كانوا بقى معايا في كل حاجه. ماشيين معايا خطوه بخطوه. فصدقتي بقى الطيبه والحب وال كان بينام في الرصيف قدام المستشفى وانا فوق بعد ما سقطني. وسامحتي؟ ورجعتي معاه تاني؟ وسامحته. سامحته عشان خاطر مامته وسامحته عشان خاطره وكنت لسه شايفه ان في امل لان ده في الاول. يعني انت ابتديتي تحبيه يعني انا حملت اول حمل ده كان بعد اسبوعين. انت ابتديتي تحبيه؟ ابتديت عايزه استقر. يعني انا رافضه فكره كنت رافضه فكره ان انا ابقى مطلقه او اللي هو يعني اتجوز تاني بقى وقصه. مش عارفه يعني كنت عايزه استقر. كنت شايفه بقى برضو كل اللي حواليا مستقرين وقلت ممكن يكون اكتر حاجه بقى غلطه بتعملها لوحده انه ممكن يكون يتعدل دي او ممكن يتعدل دي. ما بيتعدلش. لا مفيش حاجه اسمها ممكن يتعدل. مفيش حاجه اسمها ان انت ممكن تعدلي راجل ده اتربى على كده وده عاش كده وده شايف ان هو ده كده الصح. لو عايز تعدل كان تعدل من قبل ما يشوفنا اصلا. يعني طيب انت خدتي القرار انك خلاص بقى كفايه ضرب واهانه كفايه انا هتطلق. اخدت القرار ده بعد ما عمل حادثه بعربيتي. اوكي نزلتي على العربيه يعني؟ لا منعت بقى العربيه ومنعت ان هو كان بيشتغل عليها. أوكي. بعد ما بوظ محله وبعد ما لا ده في قصه كفاح تانية يعني. قصه كفاح تانية جدا. انا بعت له ذهبي وفتحت له محل. يعني قصه كفاح كل الناس عنده عارفين كل الجيران عنده عارفين. انا قد ايه وقفت مع البني ادم ده وقد ايه بعت له ذهب وقد ايه وقفت جنبه وقد ايه ساعدته وفتح محل وسرق المحل سرق نفسه علشان فلوسي عشان يقول المحل اتسرق. طيب خدتي القرار امتى؟ العربية باظت وانت عندك منه طفل. قلتي انا هنزل اعمل فيه محضر. اما سرق العربية؟ لا ما سرق فيه. اما سرق العربية وقال لي انا ما خدتش حاجة وما اعرفش حاجة. والكاميرات بتاعت العمارة طبعا جايباه ومعايا الفيديو. خلاص ما فيش حل تاني. انت رافعه عليه قضية طلاق ولا انا من قبليها اصلا كنت واخدة قرار لا مش هينفع نكمل لا مش هينفع نكمل علشان يرجع تاني. بس انت قلتي ان انت كمان رافعه قضيه طلاق صح؟ طلاق مش خلع. لا مش دلوقتي مش رافعه قضيه طلاق. لان المحامين عايزين ارقام خياليه يعني. اوكي فما فيش حد عايز ينزل اصلا. وبرده في قصه كده هو بيشوفوكي انت معاكي عربيه ومعاكي كنت بتشتغلي في ايه وبعتي له بيشوفوا القصه كده لا انت معاكي بقى فاحنا عايزين مبلغ كذا. اوكي وبعدين صرفت مبالغ كتير جدا على موضوع السرقة سرقة العربية. طب عشان المحامين وقت الحلقة احنا عاوزين انت قلتي ان انت خدتي عليه احكام. بسرقة العربية. خدت حكم بسرقة العربية وخدت حكم بالقايمة وخدت حكم بوصل الأمانة. كان كاتب لي وصل أمانة علشان كان مستلف مني 15,000 جنيه. فكان كاتب لي وصل أمانة خدت حكم بيه. وهو أصلاً عليه أحكام قبل كده. ده اللي اتضح لي بعد كده. أنا اتضح لي بعد كده بلاوي. اتضح لي بعد كده إن هو سرق. رحت استنجدت بخاله. خاله ساكن جنبينا بثلاث عمارات. ما كانش ليا
رجلي طبعا ان انا اروح له خالص في اي حاجه غير بقى فلما الموضوع تطور وكبر قوي. طب انت شايفه ان انت الايام الجايه هتعملي ايه؟ يعني هتمشي في اجراءات الطلاق؟ هتفضلي حياتك كده يعني؟ لا طبعا حياتي مش هينفع تفضل كده، همشي في اجراءات الطلاق طبعا، بس مستنيه اقف شويه على رجلي لما ابني يكبر شويه. يعني ابني لسه سنة وشهرين. أنا بشكرك إنك طلعتي معانا وقلتي حكايتك. أتمنى إن كل الستات اللي بيشوفونا مش لازم تستني لما يسرقك، مش لازم يستنى تستني لما تجيبي منه بيبي وفي الآخر يبقى في ضحية في النص. أنتي فوقتي متأخر شوية بس فوق. لسه العمر قدامك وأنتي لسه صغيرة وزي القمر، هتقدري تعملي كل حاجة أنتي بتحلمي بيها يا رب إن شاء الله. وهو في الآخر اللي هيندم. وأعتقد أنه سنة ونص بس كان فيهم كفاح، يعني أعتقد أنه مش كل الستات توافق تعمله. لا خالص للأسف. خالص، ودي غلطة. دي غلطة محدش ينفع يعملها خالص، مهما عيطلك مهما رقعلك مهما عمل أي حاجة، ما تحاوليش يعني تتغاضي عن حق نفسك. لأن في الآخر اسمها بترخصي نفسك حقيقي، ولو تتصلح كانت تصلح من قبل ما جالك. بالظبط. بشكرك جدا يا جيهان، نورتينا. ميرسي، ربنا يخليك. كملوا معانا، لسه مكملين حكاياتنا يا ستات. هبتدي معاكم فقرة مهمة جدا يا ستات. أكيد نفسيتنا حاجة مهمة قوي، وعلشان نقدر نواجه كل المشاكل اللي بتقابلنا في الحياة لازم نبقى من هنا جامدين. هتكون معانا ضيفتنا العزيزة دكتور أمل محسن الاستشاري النفسي اللي منورانا كل حلقة وبتفيدنا وبتعلم الستات ازاي من هنا يبقوا حلوين قوي، حلوين بزياده. دكتور امل ازاي؟ ازيك يا حبيبتي، ازيك يا دودي؟ اليوم ده يوم صعب، اليوم اللي انا بتحمل فيه اهانتي ضربي، وساعات بتوصل للذل لما بحس ان انا بقيت ذليله لشخص بس علشان هو عايش معايا او علشان بيصرف عليا او علشان انا محتاجه له. في البداية عاوزين نتكلم على نفسية الست اللي بتتضرب وبتستحمل الضرب من غير ما تتكلم. أوكي، بصي، الضرب ممنوع في أي حتة في العالم، ولا للأطفال ولا للكبار ولا لأي حاجة، ولا حتى للحيوانات على فكرة. ده حقيقي. الضرب وسيلة من وسائل التعذيب النفسي والبدني. أوكي، بيعمل إيه بقى في الستات؟ بيحسسها ان هي مخلوق متهان، وان هي غير قادره. يعني بيوصل في، انا شفت نوعين من الستات في القصه دي، يا اما نوع بيتقوقع ويقفل على نفسه وبيبقى منهار وبيمرض وضعيف ومهزوز وخايف وبتخش في حالات نفسيه، فطبعا ديبريشن واكتئاب وحاجات صعبه جدا الحقيقه. وفي نوع تاني من الستات، يعني هم على مدى 10 سنين هو احد ردين فعل، يا كده يا اما ست بتتحول الى راجل قوي تسترجل وتبتدي تقول زي ما يضربني هضربه، وتبتدي تبقى تتحول خالص، تنسى هويتها وتنسى كل حاجه، وبتبقى الحكايه بقى في البيت بينهم عباره عن مصارعه حره، او ست تاخد قرار وتمشي. لا بصي، اللي بيمشي ده للأسف بيبقى القرار شوية متأخر، يعني اللي بتمشي دي بتبقى عندها رفاهية إنها تمشي. رفاهية إنها هتمشي يعني إيه؟ يعني عندها بيت، عندها دخل، عندها فلوس، عندها أو عندها عيلة أو عندها حياة كريمة أخرى. لكن النموذجين اللي بقولك عليهم دول بيكونوا أحد أسباب اللي وصلوا له ده، سواء كان بالمرض والاكتئاب والمرض والحزن والحاجات دي، يا اما بالعنف، ان دول ما عندهمش طريق، ما عندهمش لا متوى بالبلدي كده، ما عندهمش مكان يروحوا فيه، ما عندهمش بيت، ما عندهمش مصدر دخل، فبتضطر تستحمل وتكمل علشان خاطر هي مضطره لكده. هي مضطره وفي الحالتين
بجد بيؤدي الى امراض عضويه عويصه جدا. طيب نبتدي بحكايه جيهان او نبتدي بالحكايه اللي مبعوثه؟ زي ما تحبي. خلاص نبتدي بحكايه جيهان. انا معاكي في اللي انت عايزاه. اعتقد حضرتك سمعتيها. وانا هرجع تاني اقولها للمشاهدين. لما تبقى زوجه اتجوزت لمده سنه ونص، اتعرضت لكل جميع انواع الاذى. بالظبط، الاذى، الاهانه والاذى الجسدي والنفسي والعضوي والبدني وال بتطلع من العلاقه دي ازاي؟ تطلع مجروحه، مهزومه، شاكه في نفسها، شاكه في كل الرجاله للاسف، شاكه في المجتمع، شاكه في انها تاخد حقها بالقانون، شاكه انها تاخد حقها في الشرع، ما عندهاش اي ارض صلبه تقف عليها. لان مفهوم وقف على ارض صلبه ده هو ده اللي بيديكي الاحساس ده، لما موجود جوانا في عقلنا الواعي واللاواعي، ده بيدينا بقى القوه والحافز والمقدره على التقدم والنجاح والصبر والحاجات دي. لو انت، لو حد فينا، تخيلي كده، لو كل واحد من اللي كل حد بيسمعنا غمض عينيه وفكر كده، انا مش واقف على ارض صلبه، ممكن يحس بايه؟ تحيي ضياع تام في كل شيء. فهي الست يعني اول جوازه كانت سعيدة أول أسبوع، خدت الصدمة في أهل جوزها وفي جوزها. ويا جماعة الجواز مش اتنين، الجواز عيلتين، عيلتين مع بعض. فهو لو ما كانش فيه احترام للعيلتين وللزوجين وكده، لا يعني لا تبنى علاقات إنسانية بدون احترام. أهم درس أنا شفته لما هي قالت لي أنا سامحته مرة في أول أسبوع، وسامحته بعد كده ألف مرة، وسامحته لما موت الجنين في بطنها. دي كانت حاجة يعني قوية. بالزبط. دي ده لوحدها صدمة محتاجة. فكرة الراجل اللي بيعيط وبيبقى عامل زي التماسيح. لا تعالي نقول بقى فكرة الراجل اللي بيدير اللي بيدير حياته الزوجية بالعنف، سواء كان عنف لفظي أو عنف بدني. من هو الرجل اللي بيعمل كده؟ طب انا عاوز اوضح، عشان ده اهم سوين. اللي احنا نوضحه علشان يعني الناس تبقى عارفه انها بتعمل ايه. ما ينفعش واحده تخلف من رجل في هذه المواصفات، لان هي فما سكه اللي يروح ما يرجعش. يعني في سكه فيها اصلاح، في مشاكل فيها اصلاح، وفي مشاكل اسمها سكه يروح ما يرجعش. ده من اسوأ لأسوأ لأسوأ. يعني هي ابتدت بالضرب، بعد كده الاهانه والسرقه، ويعني موت الجنين بعنف برضه. اكيد هو مش ناوي يقتل ابنها، بس هو يعني زقها فوقت وهي حامل. اللحظه اللي بيغضب فيها ويضرب فيها ما بيبقاش عنده وعي هو بيتصرف ازاي. وبعد كده اخذ فلوسها، وبعد كده بهدلها، وبعد كده خلاص هو فاضل ايه بقى؟ لا بس انا كان سؤالي انه انت عارفه احنا ستات وبنصدق، فبالنسبه لنا الشخص القوي اللي بيضربني يوم ما بيدموعه بتنزل وبيحن عليا وبيستسمحني وبيجي يطبطب فبصدق. فبتيجي بقى من هنا المشكله، ان انا اتنزلت اول مره، فهتنزل تاني وتالت ورابع، وهو هيفضل بقى خلاص. انا كنت هجاوبك على السؤال ده، اقول لك النموذج ده لازم يكون مريض نفسيا، وغالبا بيكون حاجه اسمها باي بولر او ازدواجيه في الشخصية، أو عنده شخصيتين عكس بعض، ودول كتير جدا. والباي بولر ده يعني مرض نفسي شائع وموجود بنسب، في نسب، أنا ساعات أقول كلنا يا جماعة باي بولر يعني، بس هو بنسب، في نسب يعني مش ظاهرة قوي، وفي نسب بتبقى زي النموذج ده اللي هو أقصى حاجة، اللي هو يعيط ويجيب ورد ويحتوي ويبقى يقول لك كان نايم على رصيف في قدام المستشفى، يعني لو قمة الحنية، وبعدين فجأة السواد بقى يعني أبيض يسود، قمة القسوة والعنف وقلة الأدب والإهانة والمذلة وعدم تقدير الأذى. يعني لما واحد مراتك حامل تضربها تبقى تقتل ابنك وتأذيها، الأذى ده كله، هو في حاجة يعني إيه اللي فاضل؟ يجيب سكينة ويذبحها. وفي رجالة بتعيش وتموت وهي مش عارفة إن هي مريضة. على فكرة في ناس كتير جدا زي بقول لك كده، المرض ده موجود بنسب متفاوتة، في نسب مش هناخد بالنا منها، وفي نسب هنبتدي ناخد بالنا منها، وفي نسب ظهر ظهور اللي هو ما ينفعش يبقى غير كده، لأنه التقلب ما بين شخصيتين أو أكتر
بيبقى واضح. طيب عاوزين ننصح الستات اللي بيشوفونا. أوكي. لو انا دلوقتي بيحصل لي عنف اسري ومش قادره اتخلص منه، مش قادره اسيب بيتي، اصلح جوزي ده ازاي ولا ما فيش امل؟ مش هيتصلح، مش هتصلح الا بموقف جامد جدا. ما فيش حد بيتصلح يا دعاء غير لما يكون عايز يتصلح. وانا قلت الكلام ده كتير. ومش ده وده انا بصي انا غير ان انا استشاري نفسي او لايف كوتش او وات ايفر، يعني عندي تايتلز كتيره قوي، لكن انا في الاخر ايه؟ ناقله للعلم. اهل العلم اللي اخترعوا كل العلوم دي قالوا انه الكلاينت لما يجي لك لازم تتاكد ان هو فعلا عاوز يتغير، ولازم يكون يعني تتاكد، الا ما يكونش هو الكلاينت بتاعك. دي حاجه. فهو الانسان ما بيتغيرش عشان اجبر، ما فيش حد اقول له تعالى والنبي ما غيرك، ما فيش حاجه اسمها كده. لازم هو يكون بدا يحس ان حياته اتلخبطت، وان الطريقه اللي بيدير بيها حياته سواء كان بيديرها بقى بالغضب، بيديرها بالعنف، بيديرها ب وات ايفر، هو بيديرها ازاي، بدات تضره مش تفيده، وبدا يخسر. فهنا لازم يقرر انه يروح لحد متخصص يساعده على التغيير. لكن هي مش هتغير. تاني حاجة إنه ربنا قال في القرآن بقى الكريم، ربنا بقى اللي خلق البشر واللي خلق العلم واللي خلق العلماء واللي كل خلق الكون كله، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما فيش يا جماعة يا كل الستات ويا كل البشر، ما حدش بيتغير إلا إذا حس إن الطريقة اللي عايش بيها بدأت تضره وتخليه يخسر حاجات كتير، فهو لازم ياخد قرار التغيير، والتغيير لازم بمساعدة حد متخصص شغلته إن هو يقول له اعمل كذا وهتحضر كذا وهتتعلم كذا علشان تتغير. قبل ما أروح للرسائل هسألك أوكي. آخر سؤال، في ستات كتير بتشوف ولادها كمان بيتعنفوا جامد جدا، الأب بيضرب ضرب مبرح للأطفال، ممنوع بالظبط، وبتسكت، هتعمل ايه؟ هو بيتعامل معايا انا كويس، بس هما بيجيبوا درجات وحشه فبيضربهم، هو جاي من الشغل متنرفز فبيطلع في العيال. ففي ابهات للاسف كتير جدا بيعملوا كده. نفسيه الاطفال دول لما هيكبروا هيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ علشان هو يمكن يكون بيسمعنا دلوقتي، الابهات اللي بتضرب ولادها، الاطفال دول هيكبروا يعملوا ايه؟ فامهاتهم وابهاتهم اللي بيضربوهم، بس يا اما هيطلع هيحاول ياخد حق نفسه اللي معرفش ياخده من باباه لانه باباه من المجتمع بره، فهيبقى انسان مش سوي. يا اما هيطلع يا كده، يا اما يطلع انسان ضعيف عايز يتجوز واحده اكبر منه ب 30 سنه مثلا عشان يتعوضوا فقد الحنان والعنف الاسري اللي هو عايشه. هيطلع انسان مهزوز، هيطلع انسان مش ستيبل، هيطلع عنده امراض عضويه ونفسيه كتيره جدا. فالضرب وسيله لتربيه العقد، مش وسيله لتربيه البني ادمين، تربيه سويه. هقول لك اول رساله هي بصراحه نرفزتني انا شخصيا، فعشان كده حبيت ان احنا نقولها اول رساله. هي مش هقول طبعا الاسم، بتقول ان هي متجوزه بقالها 7 سنين، بتحب جوزها جدا وهو بيحبها جدا، عندها بنت عندها 5 سنين وطفل تاني عنده 2 سنين. المشكله ان جوزها لما بيتعصب بيضربها وبيضرب ولادها. هي المشكله انه 2 سنين، ده 2 سنين الراجل يعني يضرب 2 سنين ازاي؟ هي للاسف دي بس الرساله، مش قايله حتى بيضربهم جامد. يعني ايه طفل عنده 2 سنين بيتضرب؟ طفل عنده 2 سنين بيتضرب، دي جريمه، لان هو كده ممكن يحصل له نزيف في المخ، ممكن يحصل له نزيف تخيلي. ده غير بقى العقد اللي هي مش متخيله انها ممكن تبقى عارفه مداها لحد فين. فهي اول حاجه تعملها ان هي تروح واخده اولادها ورايحه عند مامتها وتشترط عليه انا بحبك وعايزه اكمل معاك، انا مش طالبه الطلاق، بس انا بحمي ولادي ان هم يطلعوا مرضى او يجي لهم كانسر او يجي لهم مرض مناعي او يجي لهم اي مصيبه. طبعا ممكن طبعا. فانا بقول لك هتتعالج الاول، يروحوا لاستشاري نفسي او للايف كوتش او لحد يعني حد عنده علم وطرق يعالج بيها، يجيب الجذر ان الراجل ده عصبي ليه، الراجل ده بيضرب ليه. هو على فكره اكيد كان بيضرب وهو صغير، يعني انا اراهنك على اللي انت عايزاه انه اللي بيضرب ولاده ده ومراته لازم يكون كان بيضرب وهو صغير. لازم لازم مفيش. بصي على اللي انت عايزاه دعاء، فبما انه بيضرب يبقى لازم كان بيتضرب، فهو ما يعرفش طريقه تانية
للاداره غير الدار. ما هو البني ادم بيطلع حاجه من الاثنين، يا استنساخ يا كوبي من الطريقه اللي اتربى بيها، يا عكس تماما اللي اتربى بيه. لان هو البني ادم بطبيعته كده، نوع لما يتعذب من حاجه يرحم الناس فيها، ونوع لما يتعذب من حاجه يطبقها هي هي في الناس. لان اشمعنى انا حصل فيا كده؟ وانا في بدايه الحلقه يا امل قلت كده غير كده، لا مفيش كده اصلا كدا. في حاجه اسمها يا جماعه التربيه دي محتاجه وقت ومجهود وطوله بال. فقبل بقى من يعني قبل ما نربي وقبل اي حاجه، قبل ما نخلف اصلا، لو احنا يا جماعه مش جاهزين نفسيا للخلفه يا ريت ما نخلفش. والله ده أرجوكو. احسن كلمه اتقالت، ارجوكوا، لانه حرام. انت دلوقتي هتتحاسب عن نفسك يوم القيامه، وهتتحاسب عن ولادك، فانت ليه بتجيب روح ملهاش اي ذنب غير انها ابنك او بنتك او بنتك او ابنك وتضربيهم؟ يعني انت بتحملي 9 شهور وبتتعذبي، وانا ام وعارفه يعني ايه حمل وولاده. 9 شهور ورضاعه وبهدله وألم ما يعلمه الا ربنا، ربنا عليه في القران، عليه في القران حملته امه وهنا على وهن، اللي هو اقصى درجات الالم. عشان تجيبي بقى بعد كده تضربيه؟ كمان يعني ازاي؟ فنتعالج وبعدين نخلف. ده حقيقي، أرجوكوا. ده حقيقي للأسف الوقت خلص. أرجوكوا نتعالج وبعدين نخلف. وأنا كان في رسائل كتير قوي، صدقيني دعاء، أنا لو عندي سلطة والله العظيم في البلد دي، والله العظيم بمنتهى الأدب هروح ألم الولاد دول في مكان أمين، ونجيب لهم مدرسين، ونجيب لهم بقى ناس استشاريين نفسيين ولايف كوتشز، ونعمل لهم بقى علاج نفسي كده، ونطلعهم من القصه دي، ونعالج الاب والام، ونشوف هما بيضربوا ليه. يا حبيبي انت ساعه ما بتضرب ابنك بتحس بايه؟ ايه المتعه اللي انت بتحسها؟ ايه اللي انت يعني ايه القناعه اللي مسيطره على عقلك؟ تربيه ايه اللي هتربيها لطفل عنده سنتين بالضرب؟ هل انت عندك فلوس بزياده قوي ان انت الولد ده لما يطلع عنده سرطان، او يطلع عنده انفصام في الشخصيه، او يطلع عنده عاهه مستديمه، انك هتصرف فلوسه فلوسك كلها عليه؟ يعني انت فاضي بقى البعيد؟ يعني انت انسان ايه؟ افلا تعقلون؟ يعني مفيش دماغ خالص؟ انا بشوف ان دي جريمه، ويا ريت اي حد مسؤول يتدخل في القصه دي يا جماعه. يا ريت السيده اللي بعتت الرساله اللي بتقول انا بحب جوزي جدا وهو بيحبني، لو هو بيحبك مش هيهينك، لو بيحبك مش هيهين ولادك، ومش هيضرب حته من قلبه، يعني اكيد مش بيحبكم يعني، او لو بيحبكم هو فعلا مريض. معلش كمان هما الاثنين مش بيحبوا اصلا لا نفسهم ولا بعض. لان دول عباره عن عيله معقده بينقلوا عقد لبعض. للأسف وقت الفقرة خلص، لكن احنا هنوعدكم علشان كمية الرسائل الكتير قوي اللي جات لنا. انا حقيقي نفسي ان انا اكمل بقية الرسائل علشان كل واحدة تقول لنا حكايتها، ونقول لها النصيحة اللي لازم تعملها. خدي ولادك وروحي بيتك، ده لازم تعمل كده، بيت والدتك لحد ما جوزك يتعالج. نورتينا يا دكتور أمل، وشكرا جدا على المعلومات المهمة دي. على الناس دي يا رب، يا رب يا رب. نصيحة لكل واحدة بتشوفنا نختم بيها، انتي تختمي الفقرة. كل واحدة بتتعرض للعنف وخايفة تواجه، كل واحد بتعرض للعنف وخايفة تواجه، روحي حرري الخوف وواجهي، وحسب يعني العنف ودرجته قد ايه، خدي قرار بالانسحاب. وقبل بقى ده كله، الناس المخطوبة اعتقد دي نصيحة برضو اهم من اللي اوريدي في العنف. وانتي مخطوبة كده، لو لقيتي انه خطيبك بيتعصب بدون سبب، لو لقيتي ان خطيبك بيتخانق من النوع اللي بيتخانق في الشارع، لو لقيتي ان خطيبك ممكن يشد مع ويتر في مطعم، لو لقيتي ان خطيبك بيزعق لوالدته مثلا. ممكن يعتدي على اخواته، يعني يشتم اخته، يضرب اخوه، يتخانق مع اصحابه، اي مش شرط يكون معاكي انتي، اي مظهر من مظاهر العنف لقيتيه في خطيبك، وقفي كده، اعملي هو اللي عارفه اللي بيشغل الشريط ويعمل بوز، يوقف الشريط، وتبتدي تشوفي الموضوع وتاخدي راي حد ذو علم في القصه دي، علشان البيوت بعد كده ما تتخربش. ساعتها هنا بقى ممكن يكون في اصلاح، واحنا لسه مخطوبين. شكرا. لكن بعد ما نتجوز ونجيب عيال ونضربها بيبقى الموضوع صعب جدا. شكرا جدا دكتور امل محسن. كملوا معانا فقراتنا، ما تروحوش لاي مكان يا ستات، علشان بعد الفاصل عندنا كمان هنتكلم على الحرمانيه. حرام ان احنا نضرب، حرام ان احنا نستحمل الضرب، هتعرفوا الاجابه بعد الفاصل. We'll be right back.
هبتدي معاكم يا ستات فقرة مهمة جدا. ضحكوا علينا بكلمة حرام. حرام تخربي بيتك، حرام تفضحيه، حرام عليكي ولادك لسه صغيرين هتبهدليهم في المحاكم، حرام حرام حرام. طيب مش حرام يمد ايده عليا؟ طيب مش حرام انا كمان امد ايدي على ولادي الصغيرين؟ علشان كده احنا طالعين نتكلم على الحرام والحلال مع دكتور محمد مصلحي الباحث والداعية الإسلامي، منورنا النهاردة وشكرا جدا ان حضرتك معانا. الله يخليك فندم، شكرا. في البداية عاوزين نسأل ونعرف، ناس كتير بيقولوا مش حرام جوزك يضربك، وناس كتير بيقولوا ما ينفعش ان هو يمد ايده عليكي ويضربك. طبعا ضرب عن ضرب يفرق. نعم. في ضرب ممكن يقعدني في البيت ما اقدرش اشوف حد، في ضرب ممكن يهني قدام نفسي وقدام ولادي. وفي طبطبة وفي خبطة صغيرة، فاحنا عاوزين نفرقهم علشان الستات اللي بيسمعونا محدش يضحك عليهم، وعلشان الرجالة اللي بيسمعونا كمان يعرفوا الحرام من الحلال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، وبعد، قبل أن نبدأ في مسألة الضرب مباشرة حتى لا يفهم البعض أننا جئنا لنؤصل للضرب، لابد أولا أن نتعرف على طبيعة العلاقة بين الزوجين، لأن هذا هو الأصل. أما ما موضوع اليوم هو الاستثناء وله ضوابط. الأصل أن الله تبارك وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه في سورة الروم، الله تبارك وتعالى يقول أن الأصل في العلاقة الزوجية هو السكن والمودة والرحمة. ودون أن أطيل فيها، إذا أمعنا في هذه الآية عشان لكي نعرف طبيعة العلاقة، الله تبارك وتعالى يقول لتسكنوا إليها. السكن في اللغة سكنين، سكن إلى وسكن عند. الله لما تكلم في هذه الآية عن الزوجين قال لتسكنوا إليها، ومعنى سكن إلى أي سكن قلبي، وسكن عند أي سكن بجواره أو في ظرف مكان. هذه واحدة. وجعل بينكم مودة ورحمة، قالوا المودة هو الميل القلبي اللي احنا بنعبر عنه باللفظ بتاعنا الدارج الحب، المودة. والرحمة قالوا إعمال الدين مع الزوجة، وقالوا بل المودة الحب والميل للصغيرة، والرحمة الشفقة والإرفاق بالعجوز. يبقى سواء كانت زوجة صغيرة يحبها ويميل إليها فهذا أساس، وإن كانت عجوز وذهب عنها الجمال يرفق بها ويشفق عليها ويتقي الله فيها. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزوج قال إذا جاءكم، وده الأساس اللي هنبني عليه اللي ست بتتكلم فيه، قال إذ جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلما سألت الصحابة النبي رسول الله لماذا الدين والخلق، قال لأنه إن أحب زوجته أكرمها وبرها، وإن كرهها اتقى الله فيها ولم يؤذيها. ده حقيقي. يبقى ده الأصل بتاعنا إيه؟ أن العلاقة الزوجية هي الحب، هي المودة، هي الشفقة، هي الرحمة. ده الأصل. في ناس للأسف كتير في مجتمعنا، ومش مجتمعنا بس، في المجتمع عامة العربي والغربي، العنف الموجه للمرأة في ازدياد، هو مش بيقل. هو بيزيد. علشان احنا كمان بنربي ولادنا غلط. صح. احنا بنربي ولادنا على فكرة اضرب اختك، لو حد ضربك في المدرسة اضربه. علشان ما يبقاش ضعيف الشخصية. فاحنا عندنا كده في عقلنا حاجة بتقول لنا ان احنا لما بنضرب بناخد حقنا، احنا ما بنتكلمش. نعم، ده صحيح. حضرتك لمست نقطة يعني في منتهى الجمال، هذه النقطة اللي حضرتك بتقول ده التربية التي أصبحت ثقافة يتعامل بها الذكر مع الأنثى، اللي هو اضرب أختك، اضرب مش عارف مين فيتزوج، خلاص هو خد إن هو اليد العليا فيض، وهكذا. هذه بداية. الأمر الثاني الجهل الديني، وهذا أساس. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. هذه واحدة. الأمر الثالث الفهم الخاطئ لبعض آيات القرآن، أنه يفهم بعض آيات القرآن على نحو خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم
لما دخل أحد الصحابة على السيدة عائشة وقال يا يعني صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألا تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية أخرى قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني إيه؟ إذا أردنا أن نأتي لنفهم القرآن علينا أن ننظر إلى فعل رسول الله، فهو ترجمان القرآن في حركاته وسكناته وفي سلوكه. هل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إحدى زوجاته قط؟ لم يحدث. هل عنف إحدى زوجاته مرة واحدة في حياته الطويلة؟ لا، لم يحدث. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا أتقاكم لله وأنا أخشاكم لله وهو أعلمنا وهو أفضلنا، لم يتناول أي امرأة من زوجاته، كل 13 زوجة متفرقات أو مجتمعات بعضهن عنده، لم يمس امرأة ولم يعنف مع بعض الأخطاء التي وقعت منهن. يعني عندما تأتي السيدة أم سلمة بإناء فيه طعام وتدخل على السيدة عائشة وهو عنده ضيف، فيعني تأخذ السيدة عائشة بعض الإيه؟ غيرة النساء، فتضرب الإناء بيدها فيقع على الأرض ويقع الطعام على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبس في وجه السيدة عائشة، بل ضحك وقال غارت عائشة فقط، وأخذ يتناول الطعام من الأرض النظيف منه ويضعه في الإناء ولم يعنفها بكلمة. هذه علاقة في وقت حتى يعني يقتضي المعاتبة أو التعنيف، لم يحدث هذا من النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وحضرتك قلت الثقافة الغلط من الأول، مش بس ما ضربش ست، لم يضرب عبدا قط، لم يضرب امرأة قط، لم يضرب حيوان قط، ركب الحمار وركب الناقة وركب البغل كمان. نعم، والأولاد ولا عبد. والحديث مشهور عند سيدنا أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل على شيء تركته، لما تركته ولا على شيء فعلته. هذه هي الثقافة وهذه هي التربية. طيب لما راجل بيضرب مراته، نعم، معنى كده انه نعم هو مش هنقول بقى ايه، نيجي بقى سيادتك قلت كلمه حلوه قوي قبل كمان التسجيل. ناتي البعض، عشان كده بقول الفهم الخاطئ لبعض الايات، البعض ياتي للايه في سوره النساء الايه 34 ويقول واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن. فالمسألة يأتي لكلمة واضربوهن ويقفل لك القرآن قال لي، عشان برضو الناس اللي بيقرأ القرآن يقولوش احنا بنلوي أو بنخبي آيات. لا، ده المواجهة والفهم الصحيح للآية هو الأصل. فيأتي الآية الكثير القرآن يتكلم عن من؟ واللاتي تخافون نشوزهن، دي مش قاعدة عامة. لا، ده المرأة التي نخاف نشوزها. طيب اللي هي ايه، هتعصاه وهتمشي مش عارف بشكل خاطئ وهتعمل مش عارف ايه، ده واحد. فاعظوهن وبعدين واهجروهن في المضاجع. طيب يعني في الأول اتكلم معاها كتير كتير خالص كتير أو لما تغلب، لما تجد ان وسيلة الإقناع والحوار والنقاش ليس مجدي. اوكي، ادي واحد. طيب بعد كده استمرت فيما هي عليه، واهجروهن في المضاجع. البعض قال واهجروهن في المضاجع يعني على نفس الفراش اللي هي، مش يسيبها ويسيب لها البيت ولا يسيب حتى الأوضة والحجرة ويخرج بره، ده في نفس المضجع يعني ايه، ينام بعيد وما يتغطاش بنفس الغطاء اللي هي متغطى. تمام. طيب ما نفعش. طيب قال فضل واضربوهن. سيدنا ابن عباس يقول ايه؟ الضرب هنا هو ضرب بالسواك، زي ما سيادتك قلت في المقدمة، ده غير ده، ده حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، ده حرام. إنما الضرب اللي هو الذي يدلل على أنك قد وقعت في الخطأ وإن هو بدأ خلاص ينفض صبره. ده مش بس سيدنا ابن عباس اللي قال بتاع ده، العلماء المتأخرين قالوا إيه؟ قالوا يأتي بمنديل ثم يعني يلفه أو يبرمه بلغتنا ويضربها به. طيب كويس جدا. أنا عاوز أسأل حضرتك على حاجة مهمة. قبل الفقرة كان معانا حالة، نعم، وطلعت قالت حكايتها للستات. جوزها سقطها، يعني ضربها فوقعت فسقطت. نعم. مرة واثنين وثلاثة بيضربها. نعم. سرقها.
وسرق عربيتها. نعم. في الآخر هي دلوقتي ماشية في إجراءات الطلاق. نعم. سيدة زي دي أكيد ده ضربها يعني. حضرتك الأول إذا كان هذا السقط بداية قبل الضرب إذا كان هذا السقط فيه روح فهو قتل خطأ. هو قتل روح قتل خطأ، هو مش عايز يموت الجنين إنما بضربها فأدى إلى قتل خطأ. والقتل الخطأ عليه له دية 100 جمل. القتل الخطأ في القرآن وما كان أن يقتل مؤمن متعمدا، قتل العمد ما فيش خالص لمؤمن. وطيب ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمن أو كذا أو كذا كما جاءت في الآيات عشان وقت الحلقة. ده واحد. نمرة اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية بتاعت الضرب إن مهمة أو نقف عندها لأن رحت البرنامج والأخت اللي كانت واقفة تقول لي اضرب فسر لي الضرب، فسر لي الضرب. فالضرب هنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لما بعض الصحابة ضربوا زوجتهم ولا وجه ولا كسر عظم فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضربن خياركم وما هم بخيرهم، يعني اللي ضرب ده الأسوأ يعني اللي سكت أفضل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا وخيركم وخياركم خياركم لإيه؟ لنسائه. وخياركم خياركم لنسائه. النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة كان يجلس معنا تقول يلاعبنا ونلاعبه ويداعبنا فإذا جاءت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. طيب عشان الستات اللي بيسمعونا، نعم، لو أنا دلوقتي شايفة أن بيتي هيتخرب، نعم، أنا بتضرب وبتهان قدام ولادي، نعم، وكل الناس حرام عليكي أن أنت تخربي بيتك بإيديكي، نعم، حضرتك تقول لها إيه؟ اللي بتخرب بيت لها أنا هقول بس هقول بدري شوية عشان إحنا دايما نعمل إيه؟ نسيب الدنيا ماشية بدون ضوابط وبعدين لما تيجي المصيبة تحدث نقول نعمل إيه في المصيبة؟ لا، طب ما إحنا عندنا مقولة كلنا بنتكلمها كل يوم ونقول الوقاية خير من العلاج. ما اتجوزت أصلا واحد مش كويس. أدي واحد. نمرة واحد، مين أتزوج مين؟ مين البداية؟ أستاذة أنت جاية في آخر المطاف، جاية في مكان في دولة المصب أو في مكان لا، أنا ببدأ من الأول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. واحد. نمرة اتنين، طب جالنا اللي نعرف دينه خلقه، ودينه خلقه فين؟ مش في بيصلي، يقول ده فلان بيصلي، ده هو ده يصلي غصب عنه، لأن ده البداية عشان يبقى مسلم، إنما دينه هو خلقه في إيه؟ في السلوك، في المعاملة، في سبيل الحوار والتفاهم. ده واحد. نمرة اتنين، يكون في اتفاق إن إحنا هنختلف. طب إذا حدث خلاف طيب نعمل لو ما فيش اتفاق، لو أنا دلوقتي قاعدة في بيتي عندي ولادي ومفيش اتفاق، في واحد بيهني ليل ونهار، احنا مش طالعين نقول للستات اتطلقوا، بس هو مش حرام ان انا اروح اخد حقي بالقانون؟ لا طبعا مش حرام خالص. ده وسيله حضاريه. ده وسيله حضاريه جدا. اول حاجه ان احنا بنقول ايه عشان بس نكمل الحته اللي فيها حضرتك، لان حضرتك ايه مشكوره عدتي ترتبي. قلنا الاول ايه؟ فاعظوهن، وبعدين واهجروهن، وبعدين واضربوهن. طيب ما جاتش فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله. طيب دي كمان نفعت الحمد لله. طب ما نفعتش يبقى اللي ستك قلتيه بالظبط، يبقى تذهب إلى القانون وتأخذ حقها التي تريده بالقانون، وليس فيه حرام بل هو مشروع لها، بل هو واجب عليها إن كان يلحقها من هذه المعاملة ضرر. طيب. وليست مجاملة لأحد. الأهم. نعم. الولاد الصغيري، نعم، اللي الأم بتضربهم، نعم، والأب بيضربهم، في ضرب عن ضرب برضو يفرق، نعم، يا جماعة علشان إحنا يعني دي أهم حاجة عندي. في ضرب إن أنا بنتي دي شغالة عندي بحرمها من الدراسة، يعني كان معانا حالة قبل كده والدها حرمها من التعليم، نعم، لما طلق والدتها، نعم، ولما اتسجن هي شافت الحياة، نعم، وقالت أخيرا شفت الحياة لما والدي اتسجن، نعم، لما أنا أشتغل خدامة في بيت أبويا دي حاجة أتمنى أعملها طبعا، نعم، بس لما بتضرب وبتهان وشغالة فعلا خدامة لإخواتي الرجالة ومحرومة من أي حاجة في الحياة. بص يا أستاذ كويس أوي لستك قلتي ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقف معه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، دول أولاد السيدة فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أحدهما. فجاء أحد الصحابة فقال يا رسول أتقبله؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت منهم أحد، مش ما ضربتوش، ما قبلت. شوف سيدنا النبي يقول له صلى الله عليه وسلم، قال
وماذا أصنع لك؟ رحمة انتزعها الله من قلبك عشان ما قبلش. ما بالك باللي بيضرب بنته لستي بتقول عليه ده رحمة انتزعها الله من قلبي. هذه واحد. نمرة اتنين، ده مريض نفسي ده عايز يعالج. فإحنا لا نقيس على هذا، ده مش واضح. حتى الزوجة اللي نقول زي بعضه يمكن في مضايقة ولا في مشكلة، إنما ده هذه فلذت كبدي. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول على السيدة فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني. فإذا كان هو يأتي على قطعة منه هو يعذبها، ده هو بيعذب نفسه. فهذا مريض نفسي ده يذهب إلى مستشفى الأمراض النفسية. طيب لو أنا دلوقتي ما بتضربش بس شايفة أولادي بيتضربوا من أبوهم، نعم، وضرب برضو إحنا بنتكلم على الضرب المبرح يا جماعة، مش إنه أنا زقيت بنتي ولا عملت لها. أنا عارفة إنه في أمهات كتير قوي بيضربوا للأسف ولادهم، نعم، لكن في ضرب، يعني في أبهات للأسف لما أولادهم بيجيبوا درجات وحشة في المدرسة بيحرقهم بالسجارة، بيكسر عليهم العصاية بتاعت المقشة بالخرطوم، يعني في ضرب. نعم. ساعتها الأم بتعمل إيه؟ لا، ما أنا بقول لحضرتك أهو، إحنا بداية من الأول لو هي هذا ما فيهاش بقى إن أنا بعصي لا والدي، وإن أنا بشتكي مثلا لعمي لجدتي، يعني ما هي برضه يا أستاذة المسألة ما بتبدأش كده. المسألة بتبدأ من بدري، بعد حتى الزواج وبعد ما خلصنا. لو هي من الأول اتفقا على أسلوب للتربية، أسلوب صحيح صحي للتربية مع بعض، وتستطيع المرأة، طب هو اتفقوا وهي زي ما سيادتك دايما احنا بنجيب أسوأ الحالات. طيب اتفق وهو مش عايز ينافق، هي تبعد الأولاد في بداية، تبعد الأولاد عن إيه؟ عن ما تبقاش في احتكاك مباشر مع الأب. هي تقوم، هو في عمله، هي تقومهم، هي تذكر لهم، هي تعمل لهم، يبقى بأي شكل بنبعدهم عن هذا الأب حتى لا يصطدم مع بعضهم البعض. طيب وصل الأمر خلاص برضو ده مش نافع، يعني احنا بنمشي على الأسوأ أهو. يبقى هي إذا كانت تستطيع أن تربي أولادها تربية صحيحة سليمة بعيدا عنهم أفضل مما يربيهم أبوهم، تاخدهم وتنفصل بهم. أنا بقولش برضو تطلع، أنا بقول إذا استطاعت، لأن ربما لا تستطيع، لا تستطيع الإنفاق عليهم بحتضيعهم. ربما كانت هي أضعف، وفي أولاد في سن الشباب بيبقوا محتاجين أب عشان يقوم أو عشان يراعي. إذا كان حاجات كتير، إذا استطاعت، إذا كان لديها وسيلة أخرى أفضل من الوسيلة التي تجدها في التقويم، عليها أن تذهب إليه. بس يبقى الأمر زي ما سيادتك قلتي، بيضرب ضرب مبرح، بيحرق بالسجارة، ده مريض عايز يتعالج يعني. إنما إذا وصل الأمر إلى هذا، يعني وإحنا صغيرين كلنا ضربنا، يعني كلنا ضربنا ضرب عادي، اللي هو يعني كده يعني في ضرب عادي. والله ومنا من لم يضرب، يعني ومنا من لم يضرب وأهله غير متعلمين، والشبشب كان موجود طول الوقت، يعني معلش الأم المصرية ده للتخويف للزجر زي بعضه. إنما ما الضرب، أنا ضد الضرب، لا مبرح ولا غير مبرح. ده واحد، لأن الضرب فيه إهانة وفيه إسقاط من آدمية الإنسان، وفيه يعني تقليل منه، والنفوس البشرية بتتطور والله. يعني إحنا بنرجع لأيام الجاهلية، يعني إحنا مش بنتطور، ومعانا دين بيساعدنا إن إحنا نفهم إن هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتتكلمي ستك على اللي بيضرب ولاده، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسجد فيطيل السجود. فلما طال السجود احد الصحابه يقول فظننته ان النبي قد حدث له شيئا، يعني توفي ولا حصل شيء، فقمت فوجدت ابنه يعني على ظهره. فلما طال النبي صلى الله عليه وسلم السجود ثم رفع، فبعد ان سلم قال يا رسول الله اطلت السجود حتى ظننا انه قد حدث لك شيء؟ قال لا، ولكن ابني ارتحلني، يعني ركب على ظهري، فتركته حتى قضى حاجته، يعني لعب وشبع، ثم قمت بعد أن نزل. شوف سيدنا النبي أفضل خلق الله على الله، بشايل ابنه، مش عايزه مش زقه اوعى وقام لطشه ولا ضربه، لا، هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر للناس، فيجد الحسن والحسين عشان نشوف نربي أولادنا إزاي، يدخلون المسجد فيتعصران في ملابسهما، يعني بالكعب في هدومه، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم يرفعهما، ثم يصعد على المنبر مرة أخرى ويقول صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنا بشكرك جدا، ربنا يحفظك، وأتمنى إن كل الرجالة اللي بيشوفونا والستات أرجوكوا كفاية عنف، يعني ارحمونا وخلونا نعيش في حياة أهدى وأحلى. ما أعتقدش إن إحنا يعني مش هنقول حيوانات، بس إحنا مش عايشين في غابة، علشان تبقى لغة الحوار ما بيننا هو مين الأقوى
ومين هيقدر ياخد حقه بدراعه. احنا عندنا عقل ونقدر ان احنا نتكلم وناخد حقنا بالكلام. انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد مصلحي الباحث الاسلامي، نورتنا واستفدنا طبعا من كل المعلومات المهمه جدا اللي حضرتك قلتها. ربنا يحفظك يا فندم وجزاكم الله خيرا وقائمين على البرنامج خيرا ان شاء الله. لسه يا ستات احنا مكملين حلقتنا، ما تروحوش اي مكان، مكملين بعد الفاصل. هبتدي معاكم فقرة مهمة جدا يا ستات. احنا كلنا عندنا مشاكل في جسمنا، ساعات بيبقى فيه مشاكل في الشكل وساعات بتبقى فيه مشاكل فعلا صحية لازم نخلي بالنا منها. احنا طول النهار سايقين او راكبين المواصلات، قاعدين غلط في الشغل، قاعدين ساعات طويلة جدا، ناس كتير ما بتمشيش في الشارع، يعني يا دوبك بروح اشتري طلبات البيت وبركب المواصلات علشان بخاف امشي في الشارع من التحرش طبعا والمعاكسات والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها اللطيفة دي. الحاجات دي بتأثر علينا وعلى صحتنا وعلى شكلنا. كمان النهاردة احنا بنتكلم على العنف ضد المرأة، فازاي يبقى جسمنا قوي نقدر نواجه الرجالة. بس مش هنرد العنف بعنف، هيكون معانا كابتن محمد مجدي علشان يرد على كل الأسئلة دي. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك، نورنا، ربنا يخليكي. الحمد لله. في البداية هسألك على يعني سؤال كل الستات بتقوله، احنا هنروح نتعلم تمرينات علشان لو حصل لي او تعرضت لحاجة في الشارع قلب كده بالبلدي اللي هيضربني او هيتحرش بيا، بس ده هينفع يعني ولا محتاجة؟ لا 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 محتاجة، لان في ناس اقوياء برضه بيتضربوا عادي وكده. الموضوع كله يعني حتى لو اتدربت كويس برضو ممكن تستحملي. نقويكي بحيث تستحملي، لكن طبعا ده ما ينفعش يحصل. ده بيكون من الطفوله صح؟ ايه هو؟ انه البنت لما هتبقى مثلا هترد العنف بعنف في الشارع طبعا هو لازم تبقى جامده جدا، او حتى العنف راجل قدام راجل بعنف طبعا ده غلط. او حتى العنف حتى العنف مع الاطفال غلط. العنف عامه غلط بكل المقاييس. لا احنا بنتكلم على الدفاع، مش عاوزين نقع في الغلط. الدفاع لا، هو الدفاع عن البنت النفس. البنت لازم تكون هي الفكره لازم تكون واثقه من نفسها، تكون قويه في ردود افعالها، في تصرفاتها، قويه في تفكيرها، مش 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 عشوائيه، مش تايهه، لازم تكون مركزه على طول طول الوقت. علشان لو لا قدر الله وقعت في اي موقف تعرف ازاي تستخدم عقلها وتستخدم امكانياتها اللي عندها بشكل سليم. بس ده اللي احنا عايزينه. يعني ما قررش ان مثلا حد قال لي كلمه مش عجباني او حد شد الشنطه فقف، يعني بعد الشر في ناس مثلا ايه لما بتيجي حد مثلا شد شنطتها لسه هتواجهه فبيقوم ضاربها بسكين حل. او بحاجه. يبقى احنا نقول احنا اول حاجه ما نمشيش واحنا ماشيين على الشارع مثلا الشنطه بتاعتنا تبقى جوه ما تبقاش بره، ابقى ماسكه شنطتي كويس. فاهمين؟ ما امشيش بشكل عشوائي، ولو لقيت شكل واحد جايه منين اسيبها له. ما هو مش اسيبها له، انا ادافع عن نفسي، دي حاجه كويسه. بس في نفس الوقت ما امشيش في حته مقطوعه ماسكه شنطتي، لا يعني ابقى عارفه انا رايحه فين. طيب نتكلم على مشاكل الجسم. تمام. انت عارف السواقه وقت طويل والقعده اللي احنا قاعدينها والكعب العالي اكيد بتاثر جدا طبعًا على الظهر. طبعا بعد فتره السيده بيبقى في عندها زي انحناء شويه، انحناءات سوي باك او كيفوسيس او لدوس، دي اسامي انحناءات للجسم. بسبب القعده الغلط، في مقوقزين قوي كده، النوم الغلط. طب نقعد صح ازاي؟ لا ناخد حاجه عملي. حلو. لا هو انا طبعا انت مش هتفكري، انت لو قعدتي بالشكل السليم انت هتزهقي هتتعبي. بس هو المفترض ان انا كل ساعه من قعدتي ديت ان انا اقوم اعمل اطالات لعضلاتي. بس نوريهم برضو القعده الصح، يعني خلينا ان انا اقعد فرده ظهري، كتف الورا، صدري لفوق، ما اقعدش اعوجه جسمي كده زي قعده العربيه ساعات بنبقى قاعدين كده او قاعدين بشكل فده بيأثر طبعا في شكل العمود الفقري. زي ما احنا عاملين حاطين مخدات عشان نبقى ايوه عشان كده بنحط عشان نلغي الفراغ اللي هو اللي ورا الظهر. ما افضلش برضو قاعده ثانيه كتافي لقدام. لان لا ثواني، القعده بقى الشهيره واحد دي قاعده على فكره، دي قاعده عالميه، فقرات الرقبه والظهر. بالظبط، القاعده مكسحه وطول النهار او ماشيه كده مثلا.
او على طول تلاقيها مقوقظه نفسيها وجوالي محمله على جنب واحد قاعده الكنبه بقى والتلفزيون والشاي بلبن. الحاجات ده خطيره جدا، حتى بيبقى طبعا في اللبس بيبقى وحش جدا، برضو المدى الحركي بتاعها وحش جدا. تخيل مثلا انا قاعده برضو في بيتي مع مامتي كده وانا قاعده لها كده تقولي خير يا دودي ماشي حبيبتي. ما عشان كده قلت لك انت ممكن تقعدي بالشكل اللي انت عاوزاه، بس في نفس الوقت لازم امارس الرياضه، لازم اعمل اطاله، اعمل استرتشات لدراعي، اعمل استرتشات للهب الحوضي، اعمل استرتشات للجوانبي، لبطني، لظهري. طب ما تاخدنا واحده واحده كده يا كابتن محمد. عندي اطاله في العضلات وفي نفس الوقت ازود المونه في المفاصل، فما يحصلش مشاكل عندي. طب احنا عاوزين ناخد للناس حركه حركه، انا بقعد كتير تمام وفي الشغل عندي ما فيش مكان امشي فيه، هقف اقف 10 دقايق يعني لو انا قاعده يعني على الكمبيوتر. يعني مثلا انا لو قاعده على الكمبيوتر او قاعد سايق وجيت مثلا سقت مده طويله لازم اقوم اعمل اطالات لجسمي. اطالات اللي هي ازاي يعني؟ انا اول واحده هعملها. طيب من مصر الجديده لاكتوبر يا ريت. يلا بينا. اوكي مثلا اول حاجه ان انا اوطي المسمش رجلي. انا ممكن اقول الكلام ده لواحده المسمش رجلي تقول لي مستحيل، تروح هي عامله ايه بقى؟ تروح فارده ركبتها قوي، جايبه اخر ركبتها ونازله وهي لسه ما عندهاش مونه في المفاصل بتاعتها، فبتعمل لوك للباتيه. لا يعني بتجيب اخر ركبتها وتنزل. طبعا ده غلط. أوكي. لازم ربنا ادانا المفاصل دي زي السوست علشان احنا لسه ما عندناش، عايزين يعني نحافظ بيها على جسمنا، على فقراتنا. أوكي. بمعنى يعني ايه؟ يعني ما اعملش لوك ل يعني مثلا وافردها قوي. ان انا مثلا موطي او حفاد ركبتي قوي، اجي اشيل حاجه واروح محمل على ظهري. اوكي. فاروح اذي ظهري واذي ركبتي واذي لوحتي. لو انا مبتدئه حلو قوي. انا ما بعرفش ان انا لازم بنتي وني لازم اتني ركبتك. اوكي. علشان دي سوسته ربنا يديها لك علشان تقدري توطي. اوطي بالشكل دوت. ظهري مفروض بنزل لتحت، ركبتي متنيه، لو فكرت اني افردها بس انا ما عنديش مرونه في المفاصل عشان افردها يبقى ما نفذتش الركبه دلوقتي. برافو عليكي. يبقى ركبتي متنيه، ظهري اعتمد انه مفروض مش متني، مفروض وانزل لتحت واطلع. تمام. لا دلوقتي عملت دلوقتي تنيت ظهرك وفردته، انا اعمل كده؟ لا انت افرديه. افرده. اوكي. واحاول انزل لتحت المس مش رجلي. يبقى ركبتي متنيه، ظهري مفروض مش متني. بس وهولد ممكن تحت اقعد مثلا 20 ثانية، 15 ثانية، 10 ثواني. كم مرة؟ لا لا هي ممكن مرة واحدة. دي أول ما أوصل الشغل وأنا قاعدة كتير في المواصلات أو سايقة. ركبتي متنية، أوطي، أمسك رجلي، هولد كده 15 ثانية. أقوم تاني. أنا هخلص التصوير وأدخل أعملها على طول. لازم. أيوة. أنا قاعدة بقالي 5 ساعات. برافو عليكي. انا اشد كوعي كده ايدي وراسي وامسكها علشان نص ظهري وعلشان التراي عضله ال عضله الايد الخلفيه بالشكل ده كده وهولد الناحيه الثانيه برضو. اوكي. اتفقنا ان انا اعمل حاجه اسمها توسو ستابلايزيشن، ان انا اقف بالشكل ده والف وهولد بايدي على حيطه او حاجه واثبت برضو 15 ثانيه او 20 ثانيه والجنب الثاني بنفس الشكل دوت. ده لو انا برضو قاعده في الشغل كتير نفس او قاعده في العربيه ان انا امسك رجلي بالشكل ده تمام واسند على حاجه عشان البالانس بتاعي. دي الاسترتشات اللي بعد اي تمرين يقول لك انا بعمل لك استرتش بعد اي تمرين لازم بيتعمل. اعمل سكس عشان اشد الانسجه العضليه، ادخل فيها اكسجين دم محمل اكسجين جديد يغسلها من بقايا الطاقه اللي احنا جسمك استخدمها سواء لاكتيك اسيد او حاجه. لازم اعمل اطالات، ويبقى الاطالات دي في الرياضه لازم سواء في رياضات بتعتمد عليها الاطالات ديت بشكل مهم جدا. وفي نفس الوقت بعد اي تمرين لازم اغسل عضلاتي ان انا اعمل لها اطالات. كابتن محمد عاوزين تمرين بقى للرجل يعني اخير. اوكي. تمرين للسمانه والعضلات الاماميه والجلوتس اللي هي خلفيه الرجل والهامسترنج. اوكي. ده بعد ما نلبس الكعب العالي نيجي احنا في كل الاحوال هنعمله. اوكي في كل الاحوال. اوكي. ان انا اقف بالشكل دوت تمام. وافرد ايدي كده وابتدي احرك رجلي واحد وانزل اثنين وانزل ثلاثه وانزل براحه لان هي كده نازله فانا اقاوم الجاذبيه واشتغل براحه اهم حاجه. احاول اجيب 10 عدات كل رجل. اوكي. عشان اظبط الامبالانس بتاعي واظبط عضلات رجلي وفي نفس الوقت هي بتشتغل جزء برضو على عضلات الكتف ايزومتريك. انت كتفك ثابت مفيش وزن بس حركه مؤلمه بالنسبه للناس. اوكي. كتفهم ضعيف بالنسبه للبنات طبعا اكتر. مش عارف هجرب اعملها. جربيها. ليج ليفت ان انا رجلي زي ما هي كده واحد
2 3 اشغل خلفيه رجلي واحده واحده اقف ما اعتمدش ان انا اسند على حاجه برضو علشان التوازن بتاعي اشوف البالانس هتلاقيني بقى على طول انا وابسط تمرين خالص ممكن اعمله وانا قاعده بالشكل ده وده تمرين مهم جدا للناس اللي عندهم خشونه في الركبه ان انا افرد رجلي كده بالشكل ده بالظبط 1 2 ومشت رجلي مشدود ركبتي مفروده المفصل ما بيتحركش خالص عشان اشغل الهيب فليكسور وشغل عضله الاماميه ده تمارين بسيطه جدا ممكن اعملها ده غير الاطالات اللي احنا عملناها في الاول بس واتمنى بقى ينزلوا يجروا كده على يشوفوا اي نجيله في اي جنينه في اي جيم وطبعا كلنا نتكاتف علشان خاطر ما فيش حاجه ما فيش داعي للعنف ضد المراه وبس بشكرك جدا كابتن محمد نورتنا وبنستفيد دايما منك ربنا يخليك كملوا معانا ما تروحوش اي مكان يا ستات راجعين بعد الفاصل ولسه مكملين حكايتك مع دودي خلصنا العنف وهنيجي شوية يا ستات ندلع نفسنا بس الدلع دلوقتي مختلف تماما احنا بنروح نشتري مكياج بنحب المكياج جدا بكل المستويات الاجتماعية بنروح نشتري احنا هنتكلم على المكياج الرخيص احنا بنروح نحوش من مرتبنا 500 جنيه 300 جنيه 200 جنيه 100 جنيه 20 جنيه وبنروح نشتري الحاجات دي علشان نجمل نفسنا بس في الاخر احنا مش بنجمل نفسنا احنا للاسف بنضر نفسنا هيكون معانا ضيفنا العزيز اللي انا بشكره دايما على وجوده معانا دكتور مروان سالم اخصائي الصيدله الاكلينيكيه والتغذيه العلاجيه ازيك يا دكتور اهلا وسهلا منورنا نور حضرتك طبعا احنا الناس كلها ما بقتش تاكل دلوقتي سببنا يعني احنا بنشكرك دايما على المعلومات المفيده والجديده يعني بصراحه يعني انا عملت معاك حلقات ما عملتهاش في حياتي قبل كده وكلام لاول مره كنت اسمعه الحمد لله علشان احنا برنامج للستات فالستات بتحب المكياج جدا تمام وفعلا بناخد من مرتبنا وتعبنا وشقانا شقانا حطوا بقى تحت شقانا دي مليون خط ونروح نشتري كميه مكياج قد كده هنتكلم على الحاجات الرخيصه النهارده تمام. ممكن تضرنا ازاي نبتدي بايه نبتدي منين الحكايه انا عايز بس احط تحت يعني خط تحت كلمه جدا هو جدا 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 يعني مفيش بنت دلوقتي مفيش سيده الا لما لازم تلاقي شنطتها مليانه والتسريحه بتاعت البيت مكياج والتسريحه والبيت لا حاجه يعني طبعا ده يعني بيدعونا ان احنا طبعا نشوف الحاجه دي صالحه ولا غير صالحه الحاجه دي تنفع السيده تستخدمها ولا ما تنفعش السيده تستخدمها يمكن كلما زادت عدد البراندات اللي موجود او كلما زاد عدد المنتجات اللي قدامنا كلما زادت المواد الكيميائيه اللي هي هتحطها على وشها طيب احنا بنتكلم على الحاجات اللي سعرها رخيص لان ان المنتجات اللي سعرها غالي هم بيعملوا ابحاث يعني محترمه شويه بيبقى عندهم معامل محترمه بيستخدموا حاجات ما تضرش الناس اكيد لكن المشكله بقى الحاجات المضروبه المكياج المضروب المكياج اللي بيتصنع تحت السلم او اللي جاي من اماكن من يعني جايبينه من بره بس كمان هو تحت 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 السلم بالاخر يعني يمكن انت لو حضرتك شفت كلها حاجات مش هتلاقي ولا عليه تاريخ صلاحيه ده حقيقي. ولا هتلاقيه جاي منين بالظبط ولا بلد المنشا ايه ولا اي حاجه ده جايبينه من الشارع من الاسواق اللي هي العامه وعليه طبعا اقبال رهيب لا طبعا يعني عليه اقبال رهيب طيب نبتدي الاول عامه نتكلم ممكن يضرنا في ايه ولا نتكلم على حاجه مش مشكله ما فيش مشكله اي حاجه طيب. اتفضل هنبتدي بكريم الاساس تمام الستات كل يوم بتحطه طبعا مش هوريكم الوش علشان الماركة يعني بس هي مش ماركة ابدا ده تقريبا بيبقى الانتاج بيقول لي ان هو ب 70 جنيه ده كريم اساس ب 70 جنيه
مش مشكلة السعر، أهم حاجة بقى يعني حضرتك تقول لنا. هو طبعا يمكن للأسف بيتعمل عندنا إزاي؟ عندنا مشكلة في الكريمات اللي هي بنلاقيها تحت بير السلم أو اللي هي بتباع، بيحطوا فيها مادة رخيصة الثمن جدا اسمها داي إيثانولامين أو تراي إيثانولامين، دي مادة كيميائية. المادة دي طبعا بتسبب تكيس في المبايض لو تم امتصاصها عبر الجلد. طبعا أكيد البشرة هتمتص فده بيعمل فده بيعمل تكيس في المبايض. ايضا السيدات، بعض السيدات اتفضل، بعض السيدات بيجي لهم اختلال في الغده الدرقيه، ده برضو احد الاسباب بتاعه هذه الماده اللي هي المسرطنه. بيبي كريم يعني كمان ان هو صالح للشمس ان هي تستخدمه وتقعد في الشمس عادي؟ لا طبعا ده طبعا ما ننصحش بيه تماما. لو لقينا الماده دي او مكتوبه في الانجريدينت، كتير قوي بيجيلها تكيس في المبايض، ده حقيقي ده مرض العصر اصلا. ما هو بص، في يعني الوكاله الدوليه لبحوث السرطان دي منبثقه من منظمه الصحه العالميه، هي اللي صنفت المواد دي. يعني اي حد هيدخل على الويب سايت بتاع الوكاله الدوليه لبحوث السرطان هيلاقي المواد اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها مواد مسرطنه، وايقنوا ان هي مسرطنه ان هم خدوا بايوبسي او عينات من الثدي وعينات من المبايض وعينات من الحاجات دي كلها، لقوا ان فيها التركيزات اللي احنا بنستخدمها، نفس التركيزات اللي في الميك اب او في المكياج اللي قدامنا هي اللي موجوده في الثدي او في المبايض. طيب ده كريم الأساس، تمام. نبتدي بعد كريم الأساس بنحط البودر. البودر بالظبط، طبعا البودر ده يعني ريحتها والله انتوا مش عارفين ريحتها قد ايه، وانا عارفه يعني ريحتها حلوه مش وحشه. انا عارفه ان البنات يعني حبايبي احنا بنحب نوفر، بس والله العظيم احنا بنتكلم عشان مصلحتكم. انت بتنزلي تروحي شغلك وبتشقي وبتتعبي عشان تجيبي حاجات في الاخر تضرك وهتضرك ضرر كبير يعني. يمكن البودر ده بقى يعني مشكله المشاكل او مصيبه المصائب. ليه بقى؟ ده مكون طبعا السيده او البنت اول ما تنزل تقول لك انا عايزه البودر الناعم قوي اللي هو الصغير اللي البارتكلز بتاعته صغيره او الحبيبات بتاعته صغيره. ده طبعا الحبيبات بتاعته مكونه من تيتانيوم دايوكسيد. تيتانيوم دايوكسيد دي مادة كيميائية شديدة الخطورة. هذه المادة بتعبر عبر الجلد، بتبدأ تلعب المادة دي في الاستروجين بتاع الجسم. الاستروجين بتاع الجسم، الهرمون بتاع الجسم، تبدأ تعمل لنا مشاكل في نلاقي عقم عند السيدة، نلاقي سرطان للثدي، نلاقي كل الحاجات دي من مادة التيتانيوم دايوكسيد. يعني هي كل ما هتبقى ناعمة ومضروبه كلها هتبقى مضره اكتر؟ لا احنا بصي اهو احنا ممكن نحط على ورقه مكتوب عليها ايه. زي ما حضراتكم شايفين ماده التيتانيوم دايوكسيد دي بتبقى البارتكلز بتاعتها معموله بالنانو بارتكلز، فطبعا رخيصه جدا. مفيش ترجمه؟ يعني اقل من اجزاء، يعني نقدر نقول يعني بارتكلز متناهيه الصغر. فبتخترق الجلد بسرعه. فبتخترق طبعا الجلد بسرعه. لقوا مادة التيتانيوم دايوكسيد من العينات اللي اتاخدت، لقوها في السيدات اللي هم حطوا البودرة والمكياج ده، ويعني لقوا عندهم نفس الموضوع، سببت لهم عقم، سببت لهم تكيس في المبايض، لعبت في الاستروجين بتاع الجسم. ودي طبعا حاجة خطيرة جدا ان احنا يعني نستخدمها واحنا مش عارفين. اي حاجة فيها تيتانيوم دايوكسيد يفضل ان احنا نبتعد عنها تماما. البديل بتاع التيتانيوم دايوكسيد، طب كويس بيكتبوا بدل ما يكتبوش، يعني ده في بعض المنتجات كاتب ده كويس. البديل الامن ان انا استخدم الزنك دايوكسيد، ده اللي اوصت بيه الوكاله الدوليه لبحوث السرطان اللي هي بحثت اللي هي بحثت موضوع الميك اب او المكياج ده بصوره يعني كبيره، وطبعا يعني حددت مواد كده، قالت خلاص المواد دي ممنوع استخدامها. اتحظرت في الاتحاد الاوروبي، اتحظرت في امريكا، اتحظرت في يعني في دول كتيره جدا ممنوع استخدامها، وهي لسه بتستخدم عندنا. بعد الحلقه هيشيلوا الكلام ده يعني الناس اللي جايبه الحاجات دي هيشيلوا. طيب
ندخل بعد كده ده طبعا على بينطبق احمر الخدود. ده طبعا بينطبق طبعا على احمر الخدود أو نفس الماده يعني ما نتكلمش عليه تقريبا ما فيهوش حاجه جديده نفس الماده بس الالوان طيب بس الالوان بس انا لسه جاي لحضرتك الصبغات اللي جوه الصبغات دي هي دي برضو اللي خطيره برضو بتتسرب طبعا الالوان يعني مش طبيعيه الالوان دي يعني ممكن بتسمم الجسم عن طريق يعني بنقول انهاليشن ان احنا نستنشقها طبعا السيده بتحط على وشها فبتبدا ان هي تستنشق من هنا فطبعا البارتكلز دي بتعدي وتصل برضو الى الدم الحبيبات دي بتعدي وتصل ايه ده حتى لو شميناها غلط طبعا وانا عماله اشم سيبني اشم كده من بدايه الحلقه يا دكتور مروان يعني بقول المكياج ريحته مش طيب ده الموضوع كبير ده انا كنت فاكره ان هو هيقول لنا ان مثلا دي لو ماسكارا مثلا غلط بتجيب مثلا حاجات بسيطه في العين حساسيه لكن الموضوع طلع يعني طبعا اهم بكتير من اللي انا هقوله يعني او كنت فاكره ان انا هقوله طيب على الكحل الكحل والماسكارا اي حاجه انت قلت لي فيها اسود كحل وماسكارا الكحل طبعا والماسكارا طبعا او اي شادو عشان او اي شادو اي اي حاجه من الحاجات دي بيبقى فيها يا جماعه هيفي ميتالز الهيفي ميتالز دي او العناصر او العناصر الثقيله دي طبعا بتبقى صعبه جدا على الجسم ان هو يتحملها طب ايه اهم المواد اللي ممكن يكون فيها الحاجات دي الرصاص نسبة رصاص عالية جدا في الكحل والاي شادو والحاجات دي كلها، طيب الرصاص بيعمل ايه يا دكتور؟ يعني عادي ما رصاص ما فيش ايه المشكلة؟ لا حضرتك لو انت سيدة حامل هيخترق المشيمة ويدخل للجنين هيسبب عقم لحضرتك هيسبب الجنين يحدث له تشوهات يعني تشوهات في الأجنة معقولة؟ طبعا الرصاص يعني انا لما احط ماسكارا سعرها رخيص رموشي هيحصل كل ده الرموش دي موجوده فين في جسمنا الرموش دي موجوده في الجلد هيبدا الامتصاص بتاعها زادت النسبه مره على مره على مره على مره على مره الناس اللي بتنام بالمكياج اصلا هتصل الى الدم تمام فطبعا احنا بنحذر يعني من اي سيده حامل ممنوع مكياج مضروب او مش حامل يعني بس احنا يعني 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 تاثيره على الحامل اضعاف بتخلف عيل طبعا بيبقى عنده تشوه للاسف ريتارديشن او تخلف عقلي لو كان ذكر هيحصل له عدم نمو في الخصيتين كل ده طبعا مثبوت علميا بالدراسات تاثير الرصاص على الجسم فظيع جدا طب لو انا بحط مثلا مره في الاسبوع ولا غير كل يوم ما انا بقول لحضرتك على حسب الليفل اللي هتوصلي ليه انت كل يوم بتحطي تراكم في بنت يعني مثلا مناعتها قويه مثلا ممكن ما يجيلهاش حاجه لا انا ما اقصدش كده يعني مثلا في بنت بتحط الصبح ميك اب وبالليل ميك اب وما اعرفش بعد الظهر ميك اب وتلاقيها نازله الكليه والشها ده ورموش يعني ولزق رموش طب لزق الرموش المضروب بيبقى بايه؟ طبعا ده طبعا يعني برضو بنحذر منه طبعا لان دي كل دي مواد مجهوله المصدر ملهاش اي اساس من الصحه عندنا ممنوع منع عايزين مره نتكلم على العدسات المضروبه عشان هي العدسات المضروبه يمكن تصريح كده دي بتسبب العمى اكتر من حد حط عدسات مضروبه وحصل له موضوع العمى ويجي للدكتور يقول لك انا مش شايف بيحدث طبعا احمرار تهيج في الاغشيه بتاعه العين وقد تصل طبعا الى العين طبعا طبعا مواد كلها طبعا مواد بلاستيكيه يعني يا ريتها مواد اللي هي بيتصنع منها العدسات اللي هي اللينه دي مواد يعني من البلاستيك طبعا حتى المحاليل بتاعه العدسات اللي هي المضروبه اللي بتباع ايضا دي كلها طبعا محاليل طبعا فيك ما فيهاش اي محاليل دي عباره عن ميه وخلاص ومحطوطه في العلب بتاعها طب الدكتور مثلا العدسات دي انا لو لبستها مره واثنين وثلاثه ولا انا وحظي انا ممكن البسها من اول مره اعوذ بالله على حسب قابلية العين حصل تهيج في العين حصل ان العين احمرت اخلع العدسات على طول ما كملش على طول كده في مشكلة كده العين رافضة المادة اللي اتحطت عليها لكن في بنات بتبقى عينيهم وجعاهم وبيقعدوا ساعة واتنين بالعدسات طيب دي حاجة انا بحب العدسات جدا فتجيبوا نوع كويس طيب احنا اتكلمنا على اي حاجة سودة في المكياج كحل بقى مثلا قلم حواجب اي شادو يعني ماسكارا
كل الحاجات دي اي حاجه فيها اسود فيها اسود فيها رصاص وزئبق برضو مشاكل الزئبق طيب. عشان يعني نلحق نكمل جداً. الأرواج بقى الروج اللي احنا بنحبه كلنا طبعا يعني طبعا يعني طبعا ده في مادة طبعا البرابينز مادة البرابينز دي ان هي من المواد المسرطنة برضو عن طريق الشم ممكن يحصل لا ده بقى مش عن طريق الشم ده حطيته وكلت فاجزاء اجزاء من الـ من الـ من الروج دخلت دخلت للجهاز الهضمي وتم امتصاصها أنا مش طبعا انت مكياج تاني ولا ايه احنا البرنامج كله ستات لا ان شاء الله خير فطبعا ناخد بالنا طبعا ان يعني يكون حاجات موثوق منها براندات نجيب من صيدليات كبيره نجيب من اماكن كبيره علشان يعني على الاقل اقلل نسبه الخطوره طب ما فيش اختبار مثلا اعمله اعرف ده كويس ولا وحش ولا انا وحظي لا هو لا, لا هو طبعا بيعملوا شبه تيبيكال من التاني بالظبط واخدين نفس الاسم يعني انا لو ولدكم الاسامي اسامي كبيره جدا وللاسف واخدينها ضربينها طيب ماشي الوان الاظافر الوان الاظافر طبعا فيها مشكله يمكن انا عايزك تفتحي كده بس وتشمي تستنشقي بس يعني الريحه بتاعتها انت قلت لي ما شميش معلش يعني مره كده جرب فيا انا فار التجارب النهارده ده صعب طبعا ده في ماده الفورمالدهايد دي ماده حافظه اللي هو طلاء الاظافر ده زمان انا كنت بحبه علشان احط ونشم بقى ده حقيقي والقلم القلم اللي هو الالوان طبعا ماده الفورمالدهايد دي ماده حافظه هي بتتحط في اغلب المنتجات بتاعتنا ولكن هو بس يعني ده بصوره كبيره فيه الريحة بتاعتها نفاذة هي مادة مسرطنة مادة الفورمالدهايد برضو عشان الناس برضو عن طريق الشم عن طريق الشم وعن طريق طبعا ان هي محطوطة على الأظافر واحنا بناكل بإيدينا او مثلا ايدينا في بقنا بتلاقي البنت قاعدة مثلا بتفكر في حبيبها ولا حاجة فعمالة تقرقض في ضوافرها وهي حاطة المانيكير فطبعا ده طبعا قصة طبعا كبيرة جدا لو اجزاء دخلت منه مشكلة ابيض طيب الاسيتون برضه بنلاقي يعني السيده او البنت جايه ضوافرها متاكله خالص تقول لك انا عايزه مالتي فيتامينز طب ليه طب انت حضرتك شخصت حضرتك ان انت عندك مالتي ان انت عندك نقص في يعني في الفيتامينات ليه انت حضرتك لما تقعدي تساليها تقول لك اصل انا كل يوم بحط اسيتون واشيل طبقه الالوان كل يوم احط الاسيتون واشيل طبعا الاسيتون طبعا بياكل الضوافر من الناحيتين بيشيل الطبقات العليا بس مش مضر من الضوافر. لا على الشكل لكن في الامراض ما فيش امراض يعني برضو يفضل بعد ما نحطه نغسل طبعا بعدين كويس بعدين لان ده بيعتبر طبعا ماده كيميائيه في الاول والاخر طيب الاي شادو بتاع العين نفس اللي انت قلته برضو نفس الاي شادو بينطبق عليه نفس البودر نفس البودر طيب. الناعمه الحاجات دي كلها طيب اللي هي الكريمات اللي بيبقى فيها روايح عود مش عارفه ايه مش عارفه ايه دي لو جايبها من حد موثوق منه مفيش مشكله لو مش موثوق بس عود انا يعني الملكه عود لا انا شايف رخيص مثلا انا شايف دي قدامي اهي ولا عليها تاريخ صلاحيه ولا عليها مين اللي انتجها ولا مين اللي جايبها ولا اي بص قاطعين تاريخ الصلاحيه مقطوع طبعا دي ما عليهاش اي رقابه من وزاره الصحه ما دخلتش عشان بتتباع في محلات كده ما هو ما ينفعش برضو ما ينفعش من الحاجات دي فطبعا برضو يعني دي ما اتعملش عليها اي اختبارات ما حدش يعرف عنها حاجه رجاء نبتعد عن الكريمات دي الا اذا كان كريم موثوق منه براند في ضرر برضو سرطانات وحاجات كده ولا أكيد حساسيه لأن مثلا اكيد لانها برضو هتحتوي على ماده البارابينز طيب. ممكن برضو تسبب حساسيه تهيج في الجلد كل الحاجات دي وارد اخر حاجه هسالك عليها دايما لما بيبقى عندنا مسكره ناشفه حتى لو بسعر غالي يعني شويه بنحط لها نقطه ميه ونلاقي كل مش عارفه للاسف برامج كتير بتطلع بتنصح البنات لو الماسكارا بتاعتك ناشفه حطي نقطتين ميه وسخنين علشان ايه تجيب لك اللي في الماسكارا انا اعرف ان هي بتجيب بكتيريا تمام انت كلام حضرتك صح لو حطينا وسط مائي على الماسكارا بالتالي هينمو عليها البكتيريا ودي حاجه دي حاجه انا بستخدمها يعني في العين فلازم طبعا يكون فيها عنايه مهمه جدا دي ما تطولش معايا اكتر من شهر لان ممكن تنمو عليها اي بكتيريا
انا بفتحها وارميها في الشنطه وبعد كده اشيلها من الشنطه احطها في طبعا بتقعد معانا بالثلاث اربع شهور. ما انا لو هحافظ عليها وهقفلها كويس من الهواء واعزلها تماما خلاص هعملها معامله القطره بتاعه العين. اي حاجه في العين ما تتحطش في العربيه وانت تحطش في العربيه في الشنطه كل الحاجات دي طبعا ممنوعه منعا باتا. دكتور مروان بشكرك جدا نورتنا وفدتنا وحقيقي يا بنات يعني المعلومات مهمه جدا. احنا هنعمل حاجات طبيعيه علشان ما تقولوش بقى انتوا قفلتوا الدنيا علينا ومش سايبيننا نعمل حاجه. لا احنا هنعمل حاجات طبيعيه هتغنينا عن الحاجات دي. وبجد ركزوا جدا لان في الاخر دي صحتكم علشان يبقى شكلك حلو وتفضلي زي القمر. انت مش محتاجه يبقى شكلك حلو وتلاقي بتعيني من حاجات تانية، حاجات تحرمك من الامومه، حاجات تاثر على ابنك اللي انت مستنياه طول العمر فتاثر على فرحه عمرك يعني من الاخر. استنونا بعد الفاصل هنروح للنصيحه يا ستات. جينا يا ستات عشان نبتدي فقرة النصايح. فقرة النصايح دي فقرة مهمة جدا بالنسبة لي، بحبها جدا. وبحب ان الستات بيستخدموا الحاجة ويرجعوا يقولوا لي يا دودي الحاجة دي نفعت معانا، وساعات في ناس بتقول لا الحاجات دي ما نفعتش معانا. فعشان كده عاوزة اقول لكم يا ستات لما بنيجي نعمل ماسك لازم نعرف بشرتنا دهنية، جافة، مختلطة، عادية. لازم تحددي نوع بشرتك علشان لما اقول ماسك للبشرة الدهنية تبقي انت عارفة. واهم حاجه الماسك يتعمل هنا وتسيبيه شويه وكان امسح بشره لطيفه ما حصلهاش التهابات دنيا تمام، نقوم حاطينه على وشنا كله علشان دي اهم حاجه. نعمل تست يعني احنا بنروح لما بنيجي نشتري اي مكياج بناخد ونجرب لما بنيجي نعمل ماسك عشان نستفيد بيه لازم كمان نعمل تست على بشرتنا. ايه رايكم نبتدي دلوقتي يا ستات النصايح؟ فصل الصيف خلص مع بقع وكلنا اسمرينا، وجي فصل الشتاء علشان نتبسط بقى بالسقعه والمطره ونستفيد كمان من الاكل الحلو قوي اللي بيطلع في الشتاء. البطاطا، يا سلام على البطاطا، ويا سلام ان البطاطا هتخلينا النهارده ناكلها نتدفى بيها عشان نخس، وكمان هتساعدنا ان احنا بشرتنا تفتح وتبقى منوره وشكلها حلو. وكمان هنعمل ماسك مهم جدا يا ستات للبشرة، وهنعمل ماسك مهم للمناطق الحساسة علشان كمان لونها يفتح. ايه رأيكم نجيب البطاطا؟ انا بسويها بقالي فترة يعني حطها بتتشوي هطلعها، بس هجيب جوانتي علشان ما اتلسعش. اتحمرت حلو جدا. للفرن انا ليه سايباها؟ علشان انا عاوزاها فعلا عاوزاها سخنه وعاوزه اعمل الماسك وهي دافيه علشان تتهرس معايا كويس واكلها وهي دافيه برضو. بصراحه يعني مش عاوزه اكدب عليك، وسايباها تتسخن. الناس اللي بيقولوا البطاطا بتتخن، البطاطا بتتخن لما احنا بنعمل ايه بقى؟ بطاطا بالقشطه، بطاطا بالعسل، يعني في ناس بتعمل كده في البطاطا بلاوي. لا احنا هناكلها كوجبه علشان الناس اللي عاوزه تاكلها وما تتخنش وتخس كمان. يعني مثلا مش هناكل رز وهناكل قطعه لحمه مع بطاطا، هتدينا طاقه وهنتبسط، هتخلي بشرتنا افتح علشان البطاطا فيها ماده البيتا كاروتين وكمان فيتامين A وC وفيها مضادات الأكسدة. فالحاجات دي كلها هتخلينا بشرتنا فيها نضارة فعلا يا ستات. ولو عملنا الماسك يعني كلنا البطاطا كدواء وكمان عملنا الماسك ده هيبقى هايل. هنعمل أول ماسك، شوف شكلها جميل ازاي وريحتها فظيعة. هنعمل أول ماسك للمناطق الحساسة تمام.
أنا مش محتاجة كتير، محتاجة قطعة واحدة يعني اللي هاكلها دلوقتي. فظيعة فظيعة. هي قطعة البطاطا بتاعتنا صغيرة، بصوا قد إيه، عشان أنا بخيلة في المسقط، عشان أنا بستحرم إن أي حاجة تترمي. شايفين بقى لما بتبقى سخنة أول ما بنعمل كده بتتهري على طول في ثواني. هنفركه فركة بسيطة قوي قوي قوي. الناس اللي عندها هنا الكوع بيبقى ناشف ومسود، ويعني انتوا عارفين بقى احنا لما بنبقى ما بن مش بنرطب الأماكن دي فيها زي البشرة ناشفة قوي، أشف شوية صغيرين، فالحاجات دي بقى هتروح خالص من الماسك اللي احنا بنعمله. لبن 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 لبن، مش عاوزه اللبن يبقى بيقع مننا، فانتي بقى هتعمليها بالوايم. انا حطيت 3 معالق لبن زي ما انتوا شايفين، اللبن متماسك، مش عاوزاها تبقى بتوقع بقى مننا، واللبن لما نيجي نحطه كده يبقى تك 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 بيسقسق وبيبهدل الدنيا. مش عاوزين نعمل كده خالص، عاوزين نقعد بقى ايه برضو نهري فيها طول ما احنا شغالين بنهري فيها. ليمون ليمون، وقابلت حد من فتره قال لي انا اتحرقت من الليمون، كان عندها مناطق غامقه في جسمها فقررت تجيب الليمون وتقعد في الشمس فبشرتها اتحرقت. فيا جماعه الليمون فيه حمضيات كتيره قوي. بصوا شايفين انا بقى هعمل ازاي؟ شايفه عصره الليمونه؟ هدوها هنا على المعلقه. يا ريت لي جيبونا. شايفين عصره الليمونه اهي اهي، معلقة صغيرة، معلقة شاي، معلقة شاي. مش عاوزين ليمون كتير، مش بقى ليمونة كبيرة ونقعد ناصر، لا مش محتاجين، علشان الليمون فعلا لو استخدم غلط قلته أحسن. طيب معلقة عسل صغيرة أهي، العسل النهاردة برضه معانا إيه بطل الحلقة. اهي شايفين العسل، معلقه صغيره. انا بقى دلوقتي هقلب بالمعلقه مش بالشوك، هي اتهرت معانا فالعسل لازم. طبعا الناس هيقولوا لي ما ينفعش الماسك ده للوش، ينفع بس هنزود عليه ايه؟ زبادي. حط معلقه زبادي، انا جايبه الزبادي اهو قدامنا. الزبادي بطل برده معانا النهارده لان احنا هنعمل بيه ماسك للشعر هايل. جربوه واستخدموه وبعتولي على الانستجرام الشخصي ليا دعاء صلاح اي سؤال عندكم. اهو متماسك، مش بينقط كده وبيعمل حركات مش لطيفه. قبل ما نحط الماسك ده على بشرتنا هنغسل بشرتنا بالغسول بتاعنا عادي، هنجيب ميه الورد بالقطنه، هنمسح بشرتنا، هنحط عليها الماسك من تلت ساعه ل 10 دقائق، يعني اقل حاجه 10 دقائق واكتر وقت تلت ساعه، ما تحطش الماسك ساعه وساعتين والكلام الفاضي ده. ونفس الحاجة على المناطق الحساسة. نبتدي دلوقتي ماسك الشعر. طبعا يعني احنا عارفين ان في الشتاء الماسك الشعر بيبتدي ينشف شوية، فانا عارفة ان هو بيغلبنا. هنبتدي نعمل ماسك بسرعة عشان وقت الحلقة. يا ستات بالموز بالموز، انت ازاي يا دودي شعرك؟ ازاي بتهتمي بيه؟ والله انا مش بحط عليه حاجات كتير، بحط حاجات كلها حاجات سهلة ورخيصة، علشان حرام جدا ان احنا نقعد نجيب كريمات بكتير قوي، فلوس كتير قوي، واحنا عندنا كل حاجه طبيعيه. نص موزايه، نص موزايه على شعري انا، انا شعري ما بياخدش اكتر من نص موزايه. هنقعد برضو نقطعها. الموز هايل هايل للشعر. وبيضايه، انا عارفه انه مش كل الناس بتحب البيض بس احنا هناخد البياض. بصوا انا خرمتها ازاي، ناخد البياض مش الصفار، ادي البياض بس كده 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 يعني ايه اهو. كتر ما بقى عندي فوبيا من البيض، حتى البيض اللي انا جايباه بيض بلدي، يعني علشان البيض الابيض اللي احنا اتكلمنا عليه، عشان الموز غلس قوي في الهرس بتاعه بصراحه. طبعا انتوا عارفين ان الهرس بتاع الموز مش احلى حاجه في الدنيا،
لو اتضايقتي منه دخليه الخلاط. بس انا بصراحه يعني بحب احرك ايديا، يعني الواحد عنده صحه برضو. بس الماسك ده فعلا هايل، يعني لو هتاخديه، انا لو مش عامله شعري كنت عملته النهارده والله. شايفين يا ستات اهو، يعني احنا هرينا على قد ما نقدر، انت كمان تعملي نفس الحاجه. نجيب ايه؟ الزبادي. بصوا نفس الحاجه هنستخدمها برضو للشعر. ليه؟ انا على طول شعري، وانا شعري مش تقيل قوي انتوا عارفين، يعني 3 معالق صغيره، مش محتاجه زبادي كتير، مش لسه هحط لبن. وعلى فكره ممكن ما تحطوش لبن. شايفين ميه الزبادي دي؟ ده ميه الزبادي دي مهمه بشكل اهم من الزبادي على فكره، يعني الميه بتاعت الزبادي فعلا مهمه جدا، هي اللي فيها كل الفيتامينات على فكره يا ستات ويا بنات. نحط لسه العسل، برضو معلقه عسل صغيره، بلاش نزود في العسل قوي عشان واحنا بنغسل شعرنا ما نتضايقش، يعني كل ما الحاجه تبقى مش كتيره تبقى هايله. انا عاوزه بس الستات تجرب الماسك ده لبناتها الصغيرين وشوفي هيبقى شعر بنتك عامل ازاي. ان انا لازم قبل ما بغسل شعري لازم هحط له اي حاجه، زيت زيتون، زيت توم، ماسك للشعر، بشوف شعري محتاج ايه. يعني الفترة دي شعري من الصيف للشتاء دايما بيبقى فيه قشرة، اللي هي القشرة الموسمية دي، خل واحدة هايل نقط كده وبالمية وشوفي شعرك بيه، شوفي شعرك محتاج ايه. وكل اسبوع لازم نعمل ده. الماسك بتاعنا اهو. شكرا جدا يا بنات يا ستات، النصيحة خلصت. عملنا نصيحة للبشرة، ونصيحة للمناطق الحساسة، ونصيحة للشعر. بوتوكس الشعر اللي بيعمل ايه؟ بيقويه وبينعمه، وبيبقى فيه نوع لمعة كده مش طبيعية. بس كده يا ستات، هتوحشوني وحلقتنا خلصت، لكن احلامنا لسه ما خلصتش. احلموا واتمنوا وهتحققوا كل حاجة طول ما هنا في حب. باي باي، تصبحوا على خير. هذا البرنامج برعاية